أنا شايفك معايا في نار الليل تفضل حبيبي تفضل حبيبي تفضل حبيبي لو كان الحبيب سلام مسيح سلام نعمل سلام نعمل سلام مسيح سيسابت سلام 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 المسيح ليك. أنا بشكرك في الأول. إحنا بنصلي من أجل أخونا أولاكو
لظروف خاصة عنده، وبشكر شكر خاص لأخويا جو إنه في آخر اللحظات قبل ما هو يكون معانا، والأخ جو دايماً في استعداد للخدمة، فبشكرك أخويا جو إنك أنت تكون معانا، ودلوقتي لك قيادة الحلقة من برنامج الحكم بعد المداولة. شكراً حبيب السلام المسيح، جناب السيس حبيبنا الغالي. سلام عليك، ملك وسنة. حبيبي بس خلونا نعمل مشاركات نحن كمان. حبيبي سام سلام المسيح، نحن كمان نعمل مشاركات من حساباتنا. سام وشكرا لوجودك. خلينا نعمل نحن كمان مشاركات من حسابنا. وحبايبي بعد اذنكم حناخد هلا اليوم، اوكي اخذنا نحن وقت منيح قبل نص ساعه من الحلقه، فحناخد 10 دقائق او 5 دقائق للتكبيس وللمشاركات من الاخ اللي معنا بالخدمه المشاهدين طبعا. اوكي يلا هلا شو بنعمل؟ بناخذ منكبس ومنشير كلنا سوا، كلنا سوا، انا وانتو الثابت واختنا الجديده واخونا الحبيب سام وكل الاخوه الاحباء، خلونا نكبس ونشير سوا لمده 5 دقائق، وهيك بنثبت الباص وبنقوي وبنرفعه وبعدين بنفوت بالحلقه. منشارك على التيك توك، ممكن فينا نشاركه كمان على الماسنجر وعلى الواتساب وعلى يعني كل ما مطرح ما عنا أصحاب وأصدقاء فينا نوزع الحلقة، منشاركه بكل مكان. آمين. أنا لقيت التليفونين بيدي عم شارك على فكرة، والتالت اللي عم بحكي منه كمان. أكيد طبعا صلواتنا لأخونا الحبيب هولاكو، تعزيات الروح القدس لقلبه لروحه بحالة وفاة اللي صارت عنده بالعائلة، أكيد رب يتدخل ويعطيهم تعزيات لقلوبهم ولأرواحهم. حبايبي اوكي يمكن اربع لسه اربع دقائق او الخمس دقائق الماكسيمو للتكبيس والتشير بعد الزكون، نعمل كلنا سوا منكبس كلنا نتعاون سوا بنشتغل سوا كلنا خمس دقائق بناخذها الماكسيمو يعني خمس دقائق اوكي للتكبيس وللشير كلنا سوا بعد الزكون حبايبي. هلا في صوت بالاستوديو؟ ما في صوت، عم سامعين شي صوت الاستوديو عنده؟ انا سامع صوتك. انا صوتي انا اوكي يعني مش بس من عندي لانه صار في هدوء من الاستوديو. يلا شباب البس مش مبين من برا، شباب البس مش مبين من برا، عاوزين نشد التكبيس شوي. لايك 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 وشير لايك وشير. يلا بنعمل شير كلنا. لو بنعمل دوسة مطولة على العنوان البني، اعملوا دوسة مطولة 3 ثواني تطلع لكم كل الليست اللي عندكم، بس اضغط سند 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 بتبعت لكل الليست اللي عندك كل بساطة. شايفين قديش سريعة؟ كتير سريعة. دوسة مطولة. تكبيس حبايبي، تكبيس كتير مهم، كتير مهم اللايكات، كتير مهم اللايكات هي على إعلان الحكم بعد المناولة، المداولة، الحكم بعد المداولة بطرح ما الإعلان اللون البني اللون براون. ممكن هونيك وثلاث دقايق عشان نطلع على الهواء بعد إذنكم، ثلاث دقايق نطلع على الهواء كمان على الأقمار الصناعية وكمان على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى جميع منصات السوشيال ميديا وحتى على اليوتيوب بقناة الآبي إنسات الآرامية، كمان على اليوتيوب نقل مباشر، على الفيسبوك منقول على قناة الآرامية آبي إنسات كمان منقول، وكمان منقول على صفحة الأغجو كمان منقول، وكمان بعتقد على التويتر بعتقد، بس على الأقمار الصناعية أوكي منقول كمان على الأقمار الصناعية بعتقد هوتبير ونايلسات والأمريكان وبعتقد الإيران أو شيء ممكن حدا يصحح لي، بس منقول على أكثر من قمر صناعي.
حلو، برافو. انه دقيقتين ثلاثة يعني صرنا 13 ألف لايك، كتير حلو. يلا شلومه حبيبي، شلومه أبو موسى، بشينه. بعتقد ثلاث دقايق، حناخد ثلاث دقايق الماكسيمو نوصل 20 ألف. أنا طمعت بصراحة، أنا كنت موقف على 10 دقايق، بس كونه كان في تعاون كتير منيح وصلنا 14 ألف بدقيقتين، فكتير حلو. بعتقد بثلاث دقايق نوصل 20 ألف ونبلش بالحلقة بعد إذنكم. فلورنس انا عم كبس اخجو حبيبي، شكرا اختي. اكيد طبعا انتم اخواتنا والقناه لكم طبعا، للكل يعني، مش لجو ولا لسابت ولا لجنيده ولا لسام ولا فلان، لالنا كلنا سوا، كلنا سوا نتعاون، كلنا سوا. شكرا كثير كثير على تعاونكم حبايبي. يلا دقيقتين حنطلع، دقيقتين وصل 20 ألف. نوتيلا بونسوار، نوتيلا سافابيان، نوتيلا جناب الأسيسة جاهز، أخونا سام جاهزين كلكم؟ كلنا جاهزين. آمين. 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 يلا خلينا بس هنعمل مشاركات على الفيسبوك كمان، هشارك حنقلها على الفيسبوك أنا كمان، أوكي، عشان يكون أكتر أقوى على الفيسبوك، هنقلها على الفيسبوك كمان، يعني دقيقة حتاخد معي وقت مش أكتر من هيك، بيكون وصلنا للعشرين ألف لايك هيك. حلو، عشرين ألف على القد. خلص مع العشرين ألف أنا. طيب جاهزين حننطلق، أوكي بعد إذنكم حبايبي، الكل جاهز. السلام ونعمة رب المجد معكم جميعا، مساكم نور المسيح، أخواتي الأحباء، وأهلا وسهلا فيكم بقناة الأرامية وبرنامج الحكم بعد المداولة. الحكم بعد المداولة، وحيكون هل حلل إله الإسلام الزنا؟ عنوان الحلقة، هل إله الإسلام يحلل الزنا؟ وكمان ما بيمنع حنحكي ماذا يقول كتابنا المقدس وإيماننا المسيحي وربنا ومخلصنا يسوع المسيح عن الزنا. وكمان أي أخ مسلم حيطلع مسموح له أنه يطلع يسأل بالكتاب المقدس عن موضوع الزنا حصراً بموضوع الحلقة، إن كان إسلامية أو مسيحية بموضوع الحلقة. طبعاً أنا اليوم بنوب عن أخونا الحبيب هولاكو لأسباب عائلية، تعزيات الرب روح القدس لحياته، لقلبه، لروحه، لكل العائلة، بحالة وفاة مفاجأة عنده بالعائلة، تعزيات الرب روح القدس لأخونا الحبيب هولاكو. معنا بالحلقة كمان أخونا الحبيب سام وأختنا جديدية، وطبعاً معد الحلقة وبالعادة بيكون مقدم الحلقة أخونا الحبيب جناب الأسيس ثابت مجلي. أخونا الحبيب ثابت مجلي، كالعادة بتقودنا بصلاة مباركة، تفضل. أمين. طب في الأول كمان أنا بشارك كمان وبشكرك أخويا جو، إن كنت ذكرت إن إحنا هنرفع صلاة خاصة من أجل أخونا هولاكو بالظروف الخاصة اللي حصلت عنده، حالة وفاة في العيلة.
نصلي ان ربنا يديله القوه والمعونه اللي يحتاج اليها، ويعزي قلوب الجميع ويعزي كل افراد العيله هناك، ونرفع صلاه من اجله. صلي كمان من اجل قناه الارميه اللي دايما بتدي الوقت والمجهود وعمل فعلا. لو احنا شفنا كميه البرامج اللي قناه الارميه بتخصصها لتوصيل الرساله او لتنوير الناس وتنوير عقول الناس عشان الناس ما تعيش في الظلام، هنلاقي ان فعلا مجهود رائع جدا جدا بتقوم به قناه الارميه. فبشكر كل الاخوه الخدام، ودايما انا بقصد بالخدام لان مرات كتيره الفكره فكره الخدام بتيجي على خدام الكلمه، لكن مش بس خدام الكلمه، كل واحد بيعمل مجهود. اخواتنا اللي بيعمل مجهود كبير في الاعلانات، في التكنولوجي، في كل وراء الكاميرات، يعني كل واحد بيقدم مجهود في خدمه المسيح، احنا بنصلي من اجلهم. بصلي بصفه خاصه من اجل اخواتي المشاركين معايا النهارده، اخويا جو، وانا النهارده بس يعني احنا تواصلنا مع بعض النهارده يعني لاني الاخ هولاكو النهارده قال لنا الموضوع ده المفاجئ. بشكر اخويا سام ايام، بشكر اختي جديديا، بشكر كل واحد هيكون موجود معانا. وزي ما قال اخ جو احنا بنرحب باسئله الكل، فخلينا نرفع الصلاه وكلنا نشارك مع بعض في الصلاه، نرفع قلوبنا في الصلاه. أبانا السماوي، من كل القلب بشكرك من أجل محبتك العظيمة التي بأحببتنا. يا رب نحن لا نستحق أن تستخدمنا لأننا صغار جدا عن جميع ألطافك وعن الأمانة التي صنعتها مع عبدك ومع عبيدك. لكن ربنا بنعمتك افتديتنا، بنعمتك اخترتنا، بنعمتك جعلتنا أولاد ليك رب، لأننا لا نستحق. الاستحقاق الوحيد الذي يستحقه الجنس البشري بعد السقوط هو الموت، لكنك إله الحياة، فأنت قدمت لنا الحياة عندما خلقتنا، وقدمت لنا الحياة عندما فقدنا الحياة بالسقوط، فأعلنت لنا خطة الفداء العظيمة والعجيبة التي من خلالها جاء رب المجد شخص ربنا يسوع المسيح وقدم نفسه نيابة عن الجنس البشري، فأعطانا التبرير، فأصبحنا متبررين مجانا بنعمتك. نشكرك رب من أجل هذا العمل، بنشكرك رب من أجل فرصة وجودنا وفرصة يا رب أنك أنت تدينا كلمة وتحكمنا، تدينا الحكمة، ما يكونش ربنا أي دوافع شخصية، لكن يكون المجد كله ليك أنت رب وحدك. يا رب بصلي بصفة خاصة من أجل الأخ هولاكو ومن أجل عيلته، ربنا أنت القادر أنك أنت تديهم التعزيات التي يحتاجونها، لأنك أنت المعز الوحيد رب، ونحن نثق في تعزيات الروح القدس. يا رب مرة تانية استلم حلقة اليوم، استلم كل مشاهد، استلم كل مشارك، استلم ربنا إخواتنا المسلمين، افتح عيونهم وقلوبهم في اسم المسيح. آمين. آمين أخونا الحبيب، آمين. شكرا كثير كثير. طيب كمان مرة جديد، سلام ونعمة رب المجمع معكم جميعا، اللي فاتوا جداد هلأ سلام المسيح، مسيحيين مسلمين يهود وملحدين وجميع البشرية. طبعا نحن القناة والبرنامج هو لكل البشر. طبعا موضوع الحلقة مثل ما قلنا لكم، هل إله الإسلام يحلل الزنا؟ وكمان ممكن نحن نتطرق على الزنا في كتابنا المقدس، وأنا حستشهد قبل بمداخلة صغيرة وبآية صغيرة من كتابنا المقدس وبكلام صريح: لا تزني. يعني ما قال لك ممكن أنت تزني بحالة كذا، بحالة ضعف، بحالة مرض، بحالة ما قدر تسيطر على نفسك، بحالة كنت مسافر، بحالة كذا وكذا وكذا. لا، لا تزني، كلمة الله نافية جازمة، لا تزني، يعني لا تزني. وكمان أضاف عليها يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا وقال: قد قيل لكم لا تزني، وأنا أقول لكم، أما أنا فأقول لكم، كل من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بقلبه، فقد زنى بقلبه. إذن حتى الشهوة أو النظر بشهوة هو بمثابة الزنا الجسدي، ولكن هو زنا روحي. جناب الأسيس، ماذا يقول إله الإسلام عن الزنا؟ تفضل، كيف يحلل إله الإسلام الزنا؟ شكرا أخويا جو. أولا إحنا طبعا عنواننا زي ما حضرتك ذكرت: هل شرع إله الإسلام الزنا؟ أول حاجة أخويا جو أنا أخذ في الأول مقدمة عن الموضوع، وبعد كده في المداخلات هنتكلم عن أكتر من حاجة، وهنتكلم على هل شرع إله الإسلام الزنا، وخاصة لرسول الإسلام
وطبعا مش هنقول كل حاجه مره واحده وكلنا هنشارك مع بعضينا، وبشكر اختنا ديفاين لاف ان هي موجوده كمان معانا. اول حاجه لو احنا روحنا سلام 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 اضرب معاك. لو احنا شفنا المعنى اللغوي للزنا، الزنا ببساطه في حتى في اللغه وحتى في كل الديانات هو ان واحد يقيم علاقه جنسيه مع امراه ليست امراته. ده معنى الزنا بمنتهى البساطه والصراحه، وهنلاقيه في قواميس اللغه بهذا المعنى، وهنلاقيه في المعنى الاسلامي، وهنلاقيه في المعنى المسيحي. لكن السؤال، هل التزم الاسلام بهذا المعنى ان لا يقيم انسان اي علاقه جنسيه مع زوجته؟ الحقيقه هنلاقي من خلال الدراسة ومن خلال القرآن ومن خلال الأحاديث أني لم يلتزم الإسلام بهذا الموضوع، بل أن الإسلام أعطى للزنا أقول إيه طريق شرعي، أي أنه شرع الزنا بطريقة أو بأخرى، شرع الزنا على النقيض تماما. لأن إحنا كمان زي ما قال أخ جو، لو أي حد عنده سؤال حتى في المسيحية عن الموضوع عن الزنا هنلاقي الكلام ده. الحقيقة هناك فرق أخويا جو بين إله قدوس وبين إله أو الإله الذي صنعوه الناس من أفكارهم أو من أقوالهم أو حتى من ممارساتهم، إله منغمس في النجاسة وهو ليس بإله لكنه شيطان. تعالوا نشوف حاجة معينة قالها الكتاب المقدس عن الإنسان بيتجرب إزاي، لأن الكتاب المقدس واضح. يمكن أخويا جو قال حاجة مهمة جدا قالها الرب يسوع المسيح، من نظر إلى امرأة ليشتهيها، يعني ما كلمهاش، مجرد نظرة ليشتهيها فقد دنا بها في قلبه. الكلام ده بيتفق تماما مع ما قاله الرسول يعقوب في الرسالة الأولى أصحاح 1 عدد 13، وهنا بنشوف إزاي الكتاب المقدس بيضع مسؤولية على الإنسان لأنه يسمو بالإنسان ويسمو بفكر الإنسان. بيقول كده: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. إذن المشكلة والكارثة هي الشهوة. عشان كده المسيح لما عالج موضوع الزنا عالج موضوع الشهوة. وفي العهد القديم في الوصايا العشر، يمكن الأخ جو وأنا والإخوة كانوا معانا، كنا بنتكلم هل كسر رسول الإسلام وصايا الله، وكنا بنتكلم على فكرة الشهوة، لا تشتهي بيت قريبك، السرقة أساسها الشهوة، ولا امرأة قريبك ولا أمته ولا عبده ولا ثوره ولا حماره. على النقيض بنلاقي فكرة مش شهوة الإماء أو مش شهوة ملكات اليمين، لا، لك حق أن تزني، وخلينا أقول الكلمة بمعناها الطبيعي، لك حق أن تزني مع ملكات اليمين. وده عمله مارسو بطريقة عملية رسول الإسلام مع ماريا القبطية ومع غيرها. فبنشوف الفرق بين إله السماء، الإله الحي، الإله القدوس، وبين مستنقع النجاسة اللي الشيطان عايز يخلي الإنسان يكون فيه. فبيقول كده: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. الله لا يشرع النجاسة، الله القدوس يريد أن يكون أولاده قدسين. عشان كده قال: كونوا قدسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. إشعيا النبي، وده النبي الحقيقي، لما ظهر في محضر الله ورأى السيد جالسا في الهيكل وأزياله تملأ الهيكل في إشعيا 6، في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد الرب. وبعد كده بيقول إيه لما شاف الرب عمل إيه؟
وشاف الملائكة بيقولوا حواليه قدوس قدوس. لما عمل كده إشعيا نفسه بيقول صرخت ويل لي أني هلكت لأني نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. إذن الإله الحي الحقيقي إله السماء هو الإله القدوس، أما من يأمر بالنجاسة أو من يشرع النجاسة أو من يصرح بها فلا يمكن أن يكون إله على الإطلاق. وده الفرق الكبير. هنتكلم طبعا عن الزنا، وهنشوف رسول الإسلام إزاي إله شرع عليه الزنا، وهنشوف إزاي إن حتى فكرة إثبات الزنا في الإسلام استحالة تثبتها. هنشوف كمان حاجة اللي هو بيسموها اللمم، واللمم دي قصة فظيعة وخطيرة جدا جدا. هي يعني لما أنا بشوف حكاية اللمم وأشوف كلام السيد المسيح من نظر إلى امرأة وده تلمس وتعمل كل حاجة ما عدا العملية الجنسية الكاملة، ده معلكش خطية. والحقيقة لو إحنا درسنا ويمكن مرة تانية أخرجوه نطرح مواضيع عن الخطية في الإسلام، لأن فعلا مفيش خطية في الإسلام، تقدر تعمل كل اللي أنت عايزه. عشان كده وده نتيجة طبيعية، لا في جنة في الإسلام لأن محدش ضامن يدخل الجنة، حتى الرسول الإسلام كل الناس دخل النار وما منكم إلا واردها. فدي حتى الجنة شو هي بالإسلام؟ حتى الجنة شو هي؟ حتى الجنة نفسها فكرة. أرجوك أسسنا في حلقة عندي عن الخطية، مالكش دعوة بالموضوع ده أرجوك، يعني ده هتبقى الحلقة بتاعتنا. طيب تعد الحقوق محفوظة. أنا أتشرف أن أتعلم منك أخسام، مفيش مشكلة. استاذنا سام، استاذنا وحبيبنا. ولا يهمك، احنا كلنا بنخدم في حفل واحد، ربي يباركك. فانا بتكلم على فكره ان فعلا ان ما تلاقيش الكلام ده في الاسلام، لكن وده بيوري لك الفرق بين النور والظلم. عشان كده النهارده واحنا بنقدم الحلقه دي بنقدمها نتيجه لمحبتنا لاخوات المسلمين، وعايزين نقول لهم اخرجوا من وسطها واعتزلوا، اخرجوا من وسط النجاسه، اخرجوا من الظلمه، في طريق للنور، في طريق للقداسة، في طريق للحياة، اخرجوا منها. ده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة واحنا بنتكلم في موضوعنا. مش عايزين نهاجم على الإسلام ولا نهاجم على المسلمين، مش هو ده هدفنا. هدفنا ان احنا نقول لك في خداع، المضل بيخدعك بيضلك. عشان كده احنا بنصلي من اجلك ان الرب ينور عينيك ويفتح قلبك عشان تقبل الحق وتهدى الى طريق الحق. وطريق الحق واضح من خلال شخص ربنا يسوع المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. أنا بس خدت المقدمة دي أخ جو، وكمان عشان معنا إخوة كتير فأنا أسيب الفرصة ليك والباقي الإخوة اللي يحب كمان يتكلم ونكمل الموضوع بتاعنا. شكرا جناب الأسيس، شكرا لكلماتك الحلوة المباركة. طبعا مثل ما أنا وجناب الأسيس قال لا تزني، وأما أنا فأقول لكم كل من نظر إلى امرأة واشتهى فقد زنى، فقد زنى بقلبه. ولكن حنعطيكم آية طاهرة من كلام الله القدوس، كلام الله القدوس في القرآن الكريم يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، أن الله كان عليما حكيما. وأنا أضيف كان قدوسا طاهرا الإله الصالح. نعم أحبائنا، ويقول بقول تعالى، هنروح إذا فسرنا وأرينا التفسير ماذا يقول، محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. على فكرة المعنى كتير قبيح وكتير مقزز وكتير مقرف، سامحوني إخوة الأحباء المسلمين، ولكن أنتوا تخيلوا الموقف هون، تخيلوا الموقف بالتفسير، بالتفسير الآية. نعم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم الأجنبيات محصنات وهن المزوجات إلا، انتبه، حرم عليكم المحصنات المتزوجات الأجنبيات إلا ما ملكت يمينكم. يعني أنت أغرت بغزوة ما على قبيلة ما، على بلد ما، بحرب ما، هلأ اسمه حرب ما بقى في اسمه شيء اسمه غزوات، حاربت البلد الفلاني، احتليت البلد الفلاني، مثل ما حصل وقت العراق أيام صدام حسين سنة 90 بالشهر الثامن. نعم، دخل العراق، احتل العراق،
احتل العراق، فكانت غزوة العراق على الكويت، عفوا احتل الكويت، غزوة العراق صدام حسين العراقي على الكويت، فكان في سبي وكان في سبايا وحدث سبايا، نعم حدثت سبايا، يقول إلا ما ملكت يمينكم، يعني اللي بتسبون بهذه الحروب من النساء المتزوجات ولهن أزواج، وأزواج أحياء، أزواج أحياء، لكم أن تنكحوهن، لكم أن تنكحوهن وهن إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهم بالسبي فإنه يحل لكم وطأهن، وإذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبر سفيان الثوري عن عثمان البتي عن 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 إلى آخره عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس، يعني سبينا نساء من معركة أوطاس أو من قبيلة أوطاس، ولهن أزواج، لهن أزواج، النسوان اللي سبون عندهم أزواج متزوجات، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. يعني المسلم كان عنده شوية شرف، كان عنده شوية شرف، كان عنده شوية قداسة، واحترم أنه هدول النسوان اللي سبون عندهم أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، يعني كرهوا أنه يختصبون أو ياخذون بالغصب وهن عندهم أزواج، لا. فشو لازم يعملوا هون؟ لجأوا للرسول، لجأوا للرسول، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، مهن عليه النبي وإله النبي، النبي أطهر أشرف الخلق، أشرف المرسلين، صاحب الخلق العظيم والذي جاء ليتم مكارم الأخلاق، مهن عليه أنه الجن تبعه أتباعه يوقعوا على نساء ويسبوا نساء حتى لو متزوجات وما يعملوا معهم، ما يمارسوا معهم الجنس، ما هن عليه أبدا. نبي رحوم بيرحم، ومحمد وصحبه رحماء فيما بينهم أشداء على الكفار، نعم. فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت يمينكم، يعني المتزوجات من النساء إلا ما ملكت يمينكم، يعني هدول صاروا ملكات يمين، متزوجات أوكي عندن أزواج، مش مشكلة، مش مشكلتنا نحن كمسلمين، مش مشكلة إلهنا، إلهنا هون بحللنا، عندن أزواج انكحوهن برضاهن، لا غصبا عنهن وشو ما كان، انكحوهن ولا تتركوهن، وما تتركوا حسرة بقلبكم يا مقاتلين يا مسلمين، لأنكم خرجتم لنصرة هذا الدين، لأنكم خرجتم لنصرة هذا الدين. نعم أحبائنا، تحليل الزنا بوقاحة وببجاحة، تحليل الزنا مش مع أنه ما حلل الزنا أنه تزني مع وحدة غير متزوجة، لا، ومع المتزوجة أيضا، مع المتزوجة. ناخذ مداخلة أخونا الحبيب سام. أول شيء منرحب بالأخوة الأحباء كلهم، ديفاين أركادو جديدة جديدية، وسام وأنا أركادو كنت حضرتك، أنا بس قبل ما أروح لأخونا سام حضرتك كتب التعليق أنه قلت هذه المقارنة تسيء للرب يسوع المسيح. حبيبي يعني أنا ما عم بفهم أنت أخوات الأحباء من أي مبدأ تاخدوها مقارنة، بقى أنت إذا بدك تدعي العالم للمسيحية لازم تعرض ما قاله السيد المسيح وأعماله، وإذا بدك تناقش الإسلام وبدك تفند الإسلام لازم تعرض ما قاله محمد ورسول الإسلام، رسول الإسلام وإله الإسلام، لا وجه للمقارنة. أنا بعتقد داب قلبنا أنا وجانب الأسيس من لكم، نحن ما نق... لا نقارن لا نقارن لا نقارن بل نخير. جانب الأسيس تفضل مداخل، تفضل. أنا مش هاخد، أنا مش هاخد مداخل، أنا بس عشان التعليق ده ما يجي كتير حكاية المقارنات، أنا عايز أسأل سؤال، هل يوجد مقارنة بين النور والظلمة؟ هل نقدر نقارن بين النور والظلمة؟ استحالة نقارن بين النور والظلمة، بس أنا ما بعرفش النور غير لما أشوف الظلمة، وما بعرفش قيمة النور غير لما أشوف الظلمة، وما عرفش فايدة النور غير لما أشوف الظلمة. عشان كده أنا بحط، وبعدين الحاجة الثانية، أنا لو عايش في الظلام على طول وما شفتش النور استحالة أعرف قيمة النور، فدي الفكرة. فعشان كده يا جماعة احنا مش مقارنة، يعني انت دلوقتي بتقول ان اله الاسلام شرع الزنا، طيب
ايه البديل؟ البديل انك انت عندك الاله الحي الحقيقي القدوس اللي بيقول لك عيش حياة سامية، عيش حياة طاهرة، عيش حياة نقية. مش مقارنة ابدا، مفيش وجه للمقارنة على الاطلاق. انا بس حبيت اخد الفكرة دي اكد على الكلام اللي قاله اخويا جو، مش عايز ادخل اخد مداخلة واسيب الفرصة للاخ سام ايام او حبيبي سام ايام. اخونا الحبيب سام ايام، سلام المسيح لقلبك وروحك واخونا المبارك. هل اله الاسلام يحلل السنة؟ طيب انا نعم طيب سلام عليكم جميعا، سلام ملك السلام تكون مع الجميع، مسلمين مسيحيين دينيين، كل من يقبل سلام الرب يسوع يكون معه. هو انا بجد بشكر اللي اختار عنوان هذه الحلقه لانه كان حنين جدا جدا، يعني عنوان الحلقه فيه حنيه كده، لانه المفروض انه احنا عندنا اله اماره بالزنا ولم يشرعها فقط. فالكارثة الكبرى ان احنا كده حنينين اولى ما نقول ان هو شرع الزنا، لا هو امر بالزنا. الآية اللي كان بيتكلم فيها اخويا جو دلوقتي هي امر مباشر بالزنا، هي امر بالزنا. في كارثة كبيرة، يعني اشكروا ربنا ان انا مش في البيت النهاردة وعند الكمبيوتر، لان في كارثة كبيرة جدا 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 كنت هفجرها النهاردة عشان افرجها لكم بالدليل والبرهان، بس انا بعيد عن البيت طبعا. فتشريع الزنا أو تحليل الزنا أو الأمر بالزنا جاء مثلا في سورة النساء 24، وده حصل في غزوة حنين أو بني أوطاس، ودول لما سابوا النساء، وبعدين بعد ما سابوا النساء يعني بيقولوا تحرجنا من غشيانهن، أي مجامعتهن ولهن أزواج، أزواجهم عايشين. إحنا اتكلمنا في الحلقة بتاعتي أنا والأخت ديفاين على التطليق، هنا جاء التطليق، طلق المسلمون الغزاة الستات من أزواجهم بدون إرادة الزوج وبدون إرادة الزوجة، وأعطاهم تصريح والضوء الأخضر لأن يزنوا معهم مع إن هم نفسهم كانوا متحرجين. نيجي كمان على سورة التحريم 1، تحرج محمد بعد أن زرطوه مع الخدامة، فتحرج من غشيان الخدامة وكسف من مراته، فهو قال لزوجته إنها علي حرام ولا تخبري بذلك عائشة، فأمره هذا الإله الغريب العجيب المريب الرهيب بأن يزني مع الخادمة. في عندنا قصة كمان، واحدة من السراري اسمها ريحانة، ريحانة بنت شمعون دي أيضا تم سبيها، فعرض عليها محمد الإسلام قال لها أسلمي وهتجوزك. فالست دي كانت يهودية فرفضت الإسلام، قالت له لا أنا أشرف لي إن أنا أفضل ملك يمين وإن أنت تزني معايا بملك اليمين، لأن أنا كده مقهورة ومضطرة على أن أسلم وأتزوجك. فرفضت الإسلام ورفضت أن تكون زوجة لمحمد، وقبلت بأن تكون ملك يمين مغتصبة حتى لا تترك دينها. الأمثلة كتير جدا جدا عن الزنا، لو قعدنا نتكلم فيها أنا محتاج 3-4 أيام نتكلم عن الزنا في الإسلام، لأن ما فيش حاجة اسمها زنا في الإسلام. لما درسنا في الإسلام لا يوجد كلمة زنا في الإسلام نهائيا. احنا عندنا الكتاب المقدس قال لنا أن في حاجة اسمها زنا روحي وفي زنا جسدي. فهوشع بيقول أن الأرض زنت، الذين يذهبون إلى عبادة إله آخر ده اسمه زنا روحي، الابتعاد عن الله هو الموت في الخطية زنا روحي. المسلمين طبعا مع احترامي وكل الحب والتقدير ليهم ما عندهمش حاجة اسمها زنا نهائيا. استحالة إثبات حالة الزنا دي نمرة واحد. ثانيا الزنا له يعني تشريعات كتير جدا 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 ان انت تزني. الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه اللي هو وطئ الشبهة، مش عارف قسيسنا كنت حاضر ولا لا، وطئ الشبهة بيشرع لواحد ان هو يدخل ينام مع اي واحدة يلاقيها في البيت عنده، دخل لقى مرات البواب، لقى البواب، لقى حماه، لقى حماته، يدخل اي حاجة يشوفها نايمة يقول لك من ظن في نائمة انها زوجته، يدخل يلاقي حماه، يدخل يلاقي بواب العمارة، يدخل يلاقي بتاع الأنابيب البوتجاز، يدخل يلاقي حد يطأه، فبعد أن يطأه يصحى ويقول لا ده مش حلالي. فهنا لو الست دي حبلت، تعالوا بقى شوفوا هنروح لفين، لو الست دي طلعت حامل بعد هذه الوطأة وهو قصد أن يطأها، فالولد للفراش، الولد لا يلحق به هو لأن هو كان قاصد أن هو يزني. أما إذا
لم كان غافلا وكان غير مكلف وهو غفل وما يعرفش وما خدش باله ان هي مش مراته وحبلت فالولد ينسب له. سورة المؤمنين 6 بتقول لك ايه جواب المتعة التي اباحه محمد؟ بيقول لك انه المتمتع بها لا تجرى مجرى الزوجات، لا ترث ولا تورط ولا يلحق به ولدها ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها وقد صارت كالمستأجرة. وده هيحطنا في موضوع تاني خالص اللي هو المستأجرة للزنا. مواضيع كتير 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 مش عاوز بقى وقتكم فيها، بس انا فعلا لو تركتولي العنان في هذه الحلقة عن موضوع الزنا انا ممكن اقعدكم هنا اسبوع نتكلم عن الزنا. لأن... نعم نعم امين امين تمام كده بكفي هيك. انا بتكلم على فكره من الذاكره صدقوني في السياره، انا لو فتح الكمبيوتر مش انا محتاج محتاج وقت اطول. بس اتفضل يا الوحيد اللي بعرفك حبيبي، انا اللي بعرفك دائما حبيبي. شكرا ربنا يباركك. جناب السيس اكيد حناخد مداخلات الاخوه كمان. طيب كونه اختنا جديده جديديه واختنا ديفان هن من اصحاب الباص طبعا، خلينا نرحب باخونا اركادو. اركادو اهلا وسهلا فيك، تفضل. منام أخوي العزيز، سلام منام أستاذ أركادون، نعم صوتي واضح؟ نعم تفضل. سلام منام يا حبيبي، أهلا وسهلا فيك، نورتنا وفيك أخواتك. طب إحنا ممكن نتعبك، ممكن نتعبك في حاجة تقول لنا اسمك يتنطق إزاي عشان كمان ما نغلطش فيه؟ أركادون. أركادون 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 أو ألن لو حابين تسموني ألن اسمي الثاني. ألن. فأنا بس كنت حابب أضيف على موضوع الزنا عند الشرع الإسلامي موضوعين نقطتين لو سمحتم. في سورة النور بتقول لك في سورة النور إنه سورة النور 33 لتبتغوا عرض الحياة والدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ده بيقول لك إنه إكراههن عن البغاء. نزلت هذه الآية على عبد الله بن سلول، كان لديه جارية فكانت تباغي فكرهت وحلفت أن لا تفعل فأكرهها أهلها فانطلقت فأبغت بعد أخطارهم فتاهن به فنزل الله تبارك تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وإن أكرهتم بعد ذلك أن الله غفور رحيم. يعني ما فيش هناك حد على هذا الأمر. البغاء هنا معناه الدعارة، يعني أنه تسرح، كان عبد الله بن سلول يسرح بعض الفتيات للبغاء. فهذا هاي انا شايفها يعني بصراحه بالنسبه لي كشاك، يعني انا متفاجئ انه هذا الامر موجود في الاسلام. ايضا موضوع اخر هو التساهل مع الزنا. يعني لو كان انتم عارفين القاعده الشرعيه عن موضوع الفتى الفراش والعاهر الحجر، انه لو حبلت الامراه فهذه الولد يكون منتسب لزوجه. اوكي، هذا في امر فظيع. فانه هاي النقطتين بس حابين نتكلم مع الاخوه المسلمين عسى ولعل شويه يعني يفكروا في الموضوع. لكن انا عندي ايضا نقطه اخرى عندنا احنا المسيحيين، يا ريت لو تساعدوني لان انا مش قادر اوصل الفكر للمسلمين. انا حابب كل ما اتكلم معهم يجي المسلم يقول لي انتم ما عندكم حدود، انتم لا ترجمون الزنا. فهل رجم الزانيه يعني يؤدي الى او يكون كسلاح قوي ضد هذه الظاهرة؟ هل حينما نرجم الزانية أوكي يكون كرادع، ولا أنه الزاني أو الزانية المفروض من قلبه يتوب؟ لأنه أحنا بالفعل في المسيحية يعني لا يوجد لدينا حدود، يعني لا نمسك الزانية ونرجمها بالحجر، ما في هذا الأمر. فياريت لو أنتم تساعدوني في هذا الأمر توصلهم الفكرة، وشكرا لكم، ربنا يبارككم واحد واحد، وانا حنزل تحت في الاودينس. شكرا. شكرا اخو حبيب، شكرا لك. ارد علي ممكن استاذنك في حاجه بس اخ؟ تفضل تفضل جناب لسيس. شكرا طيب. حبيبنا اركادون، اخونا اركادون، اول حاجه شكرا لك، وعلى فكره الطرح اللي انت طرحته طرح مهم، لان احنا عندنا اكتر من حاجه المسلمين بيخدعوا الناس بيهم. اول حاجه هتلاقي يقول لك ايه مثلا، خاصه في البلاد الاسلاميه، يقول لك المسيحية لا يوجد بها شريعة، المسيحية لا تصلح للتشريع أو شريعة. دي نمرة واحد دايما بيقولوها، عشان كده احنا عايزين الشريعة الإسلامية. الحاجة الثانية فكرة الحدود، فكرة الحدود. فالفكرة الأساسية
انا ممكن اجل الاجابه، لكن لو سمح الاخ جو هجاوب بسرعه على فكره الحدود. او اول حاجه، احنا في المسيحيه ما عندناش حاجه اسمها الخطايا الكبرى الكبائر والصغائر، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا الخطيه هي خطيه، الكذب مثل الزنا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لا الكذاب هيدخل ملكوت السماوات، ولا الزاني ولا الطماع ولا عابد الأوثان. فعندنا الخطية خطية لأنك تخطئ في حق الله. الحاجة الثانية، من هو الذي يطبق الدينونة؟ من هو الذي يدين؟ الذي يدين هو الشخص الذي بلا خطية. ولأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزوا مجد الله، أنا مش من حق أدين، لكن أنا من حقي أوجه أعلم. لكن الدينونة في الآخر لله، الله هو اللي هيدين. الحاجة الثالثة، إن الله بيترك الفرصة. يمكن امبارح سمعنا اختبار رائع 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 جدا جدا من أخونا دراجون، صحح لي أخ جو يمكن أنت كنت موجود معنا. نعم. طارق أخونا دراجون اللي هو اسمه طارق. نعم. أخونا دراجون أو دراجون، الأخ دراجون يعني إدى اختبار رائع 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 جدا على إزاي الله حفظ نفسه من الموت ومن الانتحار. على فكرة هو مش مسيحي لسه. لا هو نعم بنصلي من أجله، لكن من خلال مزمور 27 ربنا حفظ نفسه. ربنا حفظ نفسه ليه؟ رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا بيقول إيه؟ فكرة إنما لما بيتكلم إيه؟ أم أتستهين بلطف الله وإمهاله وطول آناته، غير عالما أن لطف الله وإمهاله وطول آناته إنما ليقتادك إلى التوبة. يبقى الله بيسيبك الفرصة دي عشان إيه؟ عشان تتوب وترجع. ولكن لأجل قساوتك وقلب غير التائب، طب لما اللي هيقسو مش هيتوب، الله سايب له فرصة عشان يتوب. لأجل قساوتك وقلب غير التائب تسخر لنفسك غضب ليوم الغضب عند استعلان دينونة الله. فهنا الله بيسيبنا عشان إحنا نرجع ونتوب. وهنلاقي لو رجعنا للعهد القديم الله كان بيصبر على الأمم والشعوب عشان الشعوب ترجع عن شرورها وعن خطيتها. فدي الفكرة. يمكن مرة تانية نتكلم بموضوع أوسع زي كده، بس أنا حبيت بسرعة أدي بس حاجات، لأني أخونا من قلب مخلص ومن ضمير مخلص حابب يعرف. أنا بس حبيت أدي الإجابة السريعة دي أخ جو، أنا آسف للمقاطعة. مساء الخير. شكرا لك. مساء الخير أخونا. بس ممكن أرد على أركدن؟ أختي جديدة، أول شيء صلاة المسيح، أهلا وسهلا فيك، فيك تردي، فيك مداخلتك، تاخدي وقتك بكل محبة وكل أريحية. تفضل يا أختي جديدة. أوكي. جديدية. ماشي. عقاب الزنا يا جماعة في المسيحية، في ناس بتقول إن المسيح جه نقض الناموس ومش عارف إيه. لا، المسيح جاء لا لينقض بل يكمل. المسيح عمره ما قال ما ترجمهاش، عمره ما قال الكلمة دي. قال لك من منكم بلا خطية فليرجمها بحجر. تفضلوا، والله لو أي حد منكم بلا خطية فليرجمها. طب وده قانون جديد في العهد الجديد؟ لا، ده من العهد القديم، موجود من العهد القديم. هتلاقوا حكم الله على شعب الجبعة اللي هم البنيامينيين، من like the tribe of Benjamin أو the tribe of بنيامين. هتلاقوا ربنا تعامل بنفس الطريقة مع شعب إسرائيل. البنيامين دول كانوا بيصنعوا الفحشة، صح؟ فطلعوا كل شعب إسرائيل عشان يحاربوا جبعة. فالبنياميين أو سبط بنيامين رفض إن شعب إسرائيل تحارب جبعة. قالوا لا، إحنا هنقف لكم. بقى شعب إسرائيل كله بيحارب سبط واحد اللي هو سبط بنيامين. كل ما يطلع شوفوا يا جماعة 11 سبط طالع على سبط واحد بيخسر. قالوا يا رب إحنا بنخسر ليه يا رب؟ طيب أنت مش عايزنا نحارب أخوك؟ لهم لا، قوموا حاربوه، قوموا حكموا، يقوموا تاني، يقوموا يخسروا تاني. طب يا رب في ايه؟ نقوم نحاربه ولا لا؟ قوم لا، قوموا حاربوا لو عايزين تحاربوا. فعلا جبع غلط وعمل الفاحشة زنا، وقوموا حكموا. فيقوم تاني ال 11 سبت لتالت مرة يتغلبوا تاني. الله، طب انت عايز ايه مننا يا رب؟ لحد ما فهموا ان هم حياتهم حياة زنا
في حد ذاتها، انت جاي تحكم على ايه وانت عايش حياة خطية وبتزني مع آلهة اخرى وجاي تحكم على شعب جبعة؟ هتخسر طبعا. فلما تاب شعب اسرائيل ورجع للرب وتطهر وصام وعمل كل الحاجات دي، دلوقتي ربنا لاخر مرة قال له ايه؟ دلوقتي تقدر تقوم تحاربهم وتغلب لأول مرة. نفس الطريقة المسيح قالها. فهل العهد القديم اتغير على العهد الجديد؟ لا. انت يوم ما انت تبقى انسان عايش في الخطيه انت مالكش حق انك انت تحكم على حد، وكلنا خطاه. فنفس اللي ربنا ما غيرش شريعته ولا غير قانونه. انا بس عايزه معلش انا بطول، بس انا لازم كنت احكي الحته دي بالتفصيل. يا اوكي يا ريت انه اوكي، بس تنبيه على كل الاخوه الاحباء حتى جناب القسيس يعني، وانا يا ريت تكون مداخلاتنا بصلب موضوع الحلقه اللي هي هل اله الاسلام يحلل الزنا؟ يعني مع كل محبه اختي يعني مش كل واحد انه طلع لازم نحن نرد عليه بتغيير موضوع الحلقه. لا موضوع الحلقة انا افتكرت في المسيحيه كمان. لا اختي لا 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 ولا يهمك، اكيد لك الحريه يعني انت من اصحاب البث يعني ما مش عم نقول لك، بس عشان يكون عن لانه بعدنا بدايه الحلقه. اي اخ مسيحي مسلم بيكون بصلب موضوع الحلقه. هل اعمل انا استاذنك اخ جو، عندي تصحيح بسيط جدا جدا. احنا طبعا. الراجل ما طلبش رد ولا حاجه، هو الراجل كان عايز يفهم وعايز يعرف، عشان كمان لما يتكلم على اخواتنا المسلمين. فاحنا فانا بشكر اختي جديديه من اجل المداخله بتاعتها ومداخله رائعه، ربي يباركك. بس خلينا يعني احنا مش فكره، لانه الراجل ما طلبش مش فكره رد، لكن بقدر الامكان هو عايز يفهم وعايز يعرف. فالفكره ان احنا بنتعاون مع بعض، واشكر الاخت الجديديه لان مداخلتها مداخله رائعه. فالفكره خلي بالنا احنا مش بنرد على بعض بس، احنا كمان بنساعد بعض وبنخدم مع بعض. فربي يبارككم كلكم. انا مش عايز بس اطول، بس حبيت بس اوضح الحكايه دي لانه الراجل كان مش عايز رد يعني. شكرا حبيبي. اقول لي حته صغيره بس، حته صغيره حته كبيره هنترك لك حته كبيره. تفضلي يا اختي خدي وقتك. اوكي بس نحاول انه ما نطول لانه في كثير اتصالات. اوكي ونفوت ندخل بموضوع الحلقه كمان. تفضلي يا اختي. الزني في الاسلام حتى وان زنى وان سرق فهو يخش ملكوت السماوات، يعني يخش الجنه. لكن في المسيحيه العكس، لو زاني لا يرث ملكوت السماوات، ده في السماء. وفي الارض برضو يتعاقب، لان عقاب الزنا ان ما حدش يتجوزك تاني، تفضل طول عمرك كده اذا كان راجل او ست. بس كده. شكرا حبيبي اختي، شكرا لك، شكرا لكل الاحباء. انا ممكن استاذن من اختي ديفاين، ما بعرف اذا اخونا سبيد بعتقد مسلم، اذا اختي الحبيبه معلش ديفاين بستاذن منك باخذ دورك. اخونا سبيد ممكن جميع كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيك اخونا الحبيب، نورتنا. انا ضيف عند الاخ ابنسات وامس، ويعني كان مش عارف، انا سالت امس سؤال ونزلني كريم، بس انا سالت كان عندي سؤال. سمحت اسمعني شوي لو سمحت، انا اسف حعمل لك بيسمعني حبيبي. كريم اخ على العين والراس واخونا الحبيب وبطل من ابطال المسيح. اوكي لكن هون حبيبي هذا الحلقه اسمها الحكم بعد المداوله. عنوان الحلقه هل اله الاسلام يحلل الزنا؟ عندك مداخله بهذا الموضوع؟ اوكي اهلا وسهلا فيك حبيبي، تفضل افتح الميوت واهلا وسهلا فيك، نورتنا بين اخواتك، تفضل. اله الاسلام بالعكس حرم الزنا وصار في عقوبه مثل الزنا، كما يعني في العهد القديم فيها عقوبه للزاني. كمان مره استاذنك اخ جو، استاذنك ثانيه اعمل له ميوت. واستاذنك جناب لسيد، انا كنت موجود امبارح وعمل نفس الطريقه والحكايه، وفي الاخر شتم ومشى ونزل من على شتمت الحبيب. نحن نتحمله نشتم فنبارك. اخونا الحبيب جناب لسيس انا اسف، اخونا الحبيب يا بنسان انا شتمت، اسمحني شوي لو سمحت بليز عشان ما نزلك. انا ما يعني اوكي انا ممكن غير بقيه الاخوه، بس ما شتمت. اسمعني شوي حبيبي، عندك شتيمه شتم وحسامحك وفوت بموضوعك. موضوع الحلقه اسمعني شوي لو سمحت بليز، لو سمحت ارجوك. أنا دغري إيدي على التنزيل دغري ديريكت حبيبي. أهلا وسهلا فيك كمان مرة بين أخواتك، بتنورنا وبتشرفنا أنت وكل أخواتنا المسلمين بأي وقت كان. نحن مستعدون لأي سؤال. موضوع الحلقة اليوم حبيبي كمان مرة، هل إله الإسلام يحلل الزنا؟ حضرتك ذكرت لا يحلل الزنا، حقك وحق دفاع عن دينك وعن رسولك وعن إلهك
حق مشروع ونحن هذا من قدره وبنحترمه. بتفوت بموضوع الحلقة قلت لي حضرتك لا لا يحلل الزنا إلا بآيات وبأحاديث ومن الكتب عشان تعطينا المصدر والراجع الراجع مع بعض ونقرأ مع بعض. تفضل أخونا الحبيب، أهلا وسهلا فيك. وعنا الله سبحانه وتعالى عندنا حرم الزنا، ودليل قول الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا منهم وكل منهما 100 جلدة. عقوبة الزنا في العهد القديم كان يعني فيها القتل، يعني ممكن أجيب لكم النصوص. لكن أنا حبيبي أخواتي الأحباء أرجوكم أترجاكم لو سمحتوا حبايبي الأخواتنا الأحباء المسلمين، لو سمحتوا أحباء المسلمين لو سمحتوا أرجوكم، قلت لكم حق الدفاع عن دينكم عن إيمانكم عن إلهكم عن رسولكم حق مشروع، حتى لو اختلفنا معكم حنحترم هيدا الشيء، ونحن بنحترم كل إنسان يدافع عن إيمانه. حبيبي برجع بقول لك، قلت لي بجملة واحدة حرم الزنا، حبيبي عطيناك آيات والأخوة الأحباء عطوك آيات وعطوك أحاديث، هل ممكن حضرتك تفند لنا العكس تماما؟ لا يحل لك من النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب. رقيب يعني شايفك، إذا بدلت شايفك الله. هاي طبعا سورة الأحزاب 52 حكم، ولكن اسمعني لو سمحت تسمعني أرجوك، اوعى تقاطع تاني مرة، هاي آخر انذار سامحني معلي. نعم، إذا حكم هذه الآية منسوخ، إذا رسول الإسلام محمد بن عبد الله يستطيع أن يعود إلى تبادل الزوجات مرة أخرى لأنه حكم هذه الآية منسوخ. نعم، وقالت السيدة عائشة، وحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ما مات رسول الله إلا وأحل حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، يعني أمه وأخته بس، وذلك قوله تعالى ترجى منهن من تشاء. نعم، إذن وهذه الآية نسخت الآية اللي قلت لك إياها اللي قبلها نسخت الآية اللي قبلها، إذن ترجى منهم من تشاء، بحق لك تبدل تاخذ تعطي ما في مشكلة. سبب نزول الآية، نعم أنا سامحوني إخواتي الأحباء معلش حترك لكم الأخ تتناقشوا معه إذا كان بنفس الرقي والاحترام اللي هو بلش فيه. نعم، دخل عينية بن حصن الفزاري وعنده عائشة، دخل حصن عينية بن حصن الفزاري على بيت النبي وعنده عائشة، فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله إلى آخره، نعم، فأين الاستئذان؟ فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مصر منذ أدركت. ثم قال من هذه الحميرة؟ عن مرته عن عائشة، الحميرة إلى جنبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين؟ قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال يا عيني أن الله قد حرم ذلك. قال له يعني بعطيك واحدة من عندي وبتعطيني إياها؟ قال له لا، الله حرم علي ذلك. إذن شو فهمنا من هون؟ فهمنا سبب نزول الآية أنه أول شغلة بيت الرسول مباح لأي أحد يدخل على زوجاته، والدليل هو عينية دخل دون استئذان. نعم، التغزل في زوجات الرسول كثير عادي وبسيط، عم يتغزل من هذه الحميرة؟ هذه عائشة. نعم، التغزل أمر طبيعي كثير وبسيط كثير وسلس، في سهولة بالتغزل في زوجات الرسول أمام الرسول. قال له من هذه الحميرة؟ الطلب القبيح والثالث طلب البدل مع زوجات الرسول، طلب يبدل يعطيه واحدة من عنده وياخذ الحميرة عائشة، طلب البدل مع زوجات الرسول، وكان هذا الشيء مباح عند الرسول، كان مباح عند الرسول. وهذا أكبر دليل إن الرسول كان يبادل زوجاته مع آخرين، لكن المشكلة عينية المسكينة وقع بمشكلة هون وبمطب إنه هيدي عائشة
اللي ما بيستغنى عنها الرسول، أحب زوجاته لقلبه وأصغرهن. زلمة بالخمس ستين وهي 17، مستحيل. لو كانت واحدة غير عايشة كان ممكن يعديها ويتنازل ويعطي، لأنه نسخت آية لا يحدث من بعد. فيك تناقشنا بهذه الآية؟ تفضل. وحترك الموضوع مع جناب الأسف والأخوة المباركين. تفضل. تتكلم أكثر من خمس دقائق، أنت أعطوني بس نص دقيقة. نص دقيقة فقط. أتمنى أتمنى عدم المقاطعة لو سمحتوا. شوف الآن أنا والله أنا متأكد مش حتعطوني الدقيقة ولا نص دقيقة. أدخلوا تفضل حبيبي، يعني تبرير أعادة دقيقة. اسمع، وأنا متأكد أنك حتقاطعوني. اسمع، وأنا مش حشتم ولا حغلط ولا أتجاوز. الآن عندنا بالإسلام الزنا محرم، محرم كما في العهد القديم أنه محرم. لكن السؤال هنا أن فيها توبة، عندنا في الإسلام فيها توبة بينك وبين الله عز وجل. حبيبنا الغالي، هل سمعت الآية؟ هل سمعت الآية حضرتك؟ ناقش بالآية، تفضل ناقش بالآية. أنا بدي أصبر شوية، أنا أقول لك ما راح تعطوني نص دقيقة تقاطعوني. الآن مثل لوط عليه السلام عندكم نزلنا في بناته، ها ماشي حالك. داود عندكم زاني، لوط لم ينزل في بناته، يعني للأسف. ممكن 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 تفوت بالآية وبس تخلص تسأل ونحن مستعدين لجوابك. جناب الأسيس، أنا الأخوة سام، يا ديفاين، كل الأخوة كل الأخوة مستعدين لنجاوبك على سؤالك لو سمحت. فوت بالآية. طيب ليش كده تقاطعوني؟ طب أنا بجي لك بالآية، نص دقيقة ما خليتوني أكمل. يعني شوف حتى نزلوني برضو ما فيش فايدة. أنا يا رجل أنت متعة، أنا آسف، سامحوني حبيبي. ممكن حبيبي لو سمحت ترجع تاخذ نفس، تاخذ نفس كمان، ارجع خذ نفس وارجع اطلب جيست حنطلعك. ركز بالايه، جاوب الايه، نعطيك دقيقتين على الايه وبعدين نعطيك دقيقتين للسؤال. تفضل جناب الاسيس. الفكره هو مش هيجاوب على الايه، هو هيلف ويدور وهو بيدي لك تحدي، بيقول لك انك انت نص دقيقه. ليه انت مش بتدي له نص دقيقه؟ لان هو مش هيجاوب على الايه، او مش هيجاوب على اللي انت قلته له. أنا مش عارف، طبعاً أهلاً وسهلاً بأي سؤال من المسلمين، بس جاوب على الموضوع وموضوع الحلقة النهاردة. هل شرع إله الإسلام الزنا؟ سهل جداً جداً أقول لا، ما شرعش إله الإسلام الزنا. الحقيقة أن الإسلام كله زنا، يعني سواء يمكن الأخ سام أيام أتكلم عن نقطة مهمة جداً، فكرة الزنا الروحي اللي هو البعد عن الله. فالإسلام كله زنا بهذا المعنى، لأن الإسلام بعيد كل البعد عن الله الحقيقي. الحاجة الثانية، الزنا المادي أو الزنا الجسدي، لا يوجد شيء اسمه زواج في الإسلام. ده يعني مثلا على سبيل المثال، أنا خدت بس بسرعة كده أخ جو، أنا مش عايز أخذ مداخلات الإخوة، بس أنا عايز بس أوضح حاجة عشان ما نبعدش عن الموضوع شوية. فكرة البغاء أو الدعارة، إيه هي الدعارة أو هو البغاء؟ أنا آسف جدا في أن أنا بفتح موضوع زي ده، بس إحنا عندنا الموضوع، هل شرع إله الإسلام الزنا؟ الدعارة أو البغاء، ويمكن الأخ سام أيام تكلم عن الحقيقة أن إله الإسلام لم يشرع زنا فقط بل أمر بزنا. الدعارة أو البغاء حسب الويكيبيديا أو حسب القواميس، الدعارة أو البغاء هي فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي. ده متفق عليه في كل العالم. الدعارة هي أن واحد يمارس الجنس مقابل أن هو يدفع فلوس. طيب تعالوا نشوف في سورة النساء 24 بتقول إيه؟ سورة النساء 24 بتقول إيه؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأجل لكم ما وراء ذلك. المهم، فبيتكلم على فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. يبقى هنا هذه الآية نفس المعنى الذي وضعه علماء اللغة لكلمة بغاء أو دعارة. إذن هنا إله الإسلام لا يأمر بالزنا فقط بل يأمر بالبغاء والدعارة. هذا ليس زواج، هذا دفع مادة مقابل خدمات. وما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. فهنا بنشوف
عمل واضح جدا 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 ان اله الاسلام يامر ليس بالزنا بل بممارسه الدعاره، لان الزنا على فكره انواع، الزنا فيه اتنين بيزنوا مع بعض حبا في بعض واتيفر، لكن هناك كمان ده الزنا باجر، الدعاره هي الزنا باجر، هي ممارسه الجنس باجر، ودي كارثه رهيبه جدا جدا. الحاجه اللي بعد كده اخويا جو، ويمكن دي فيها كارثه كبيره جدا جدا، سورة الأحزاب 50 وتفسير القرطبي ليها في البند عاشرا اللي هو 16 مسألة اللي اداهم للرسول دون باقي المؤمنين. البند عاشرا: إذا وقع بصر الرسول على امرأة وجب على زوجها طلاقها. ده يعني احنا عندنا إله بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وعندنا واحد جاي رسول للشيطان بيقول إذا وقع بصري على امرأة زوجها لازم يطلقها، يجب على زوجته. جناب السيس أنا آسف عشان الأخوة لأنه كتير في مداخلات، حاول تقصد بس أنا الفكرة، أنا بحاول نرجع تاني للموضوع بتاعنا، أنا بحاول بس إن إحنا بدل ما نتشعب بحاول نرجع تاني مرة للموضوع بتاعنا، لأنه مهم جدا إن إخواتنا المسلمين يفهموا قد ايه النجاسه اللي موجوده. يعني ده الفكره. يمكن هرجع تاني للاحزاب 50 بس اسيب المداخلات لاخواتنا. طبعا انا باختصار بنص دقيقه، اخونا الحبيب سبيد، بالنسبه للوط نعم بناته زنوا به ولكن لم يكن هناك تشريع الهي بايات، وايضا داود زنى نعم ولكن لم يكن ايه إلهية دعته الى ذلك، لا بالعكس تماما، فكان في عقوبه من الرب. ضحكتك الفاجرة حبيبي، رد على حالك، اطلع خذ نفس واطلب جيست وحنستقبلك حبيبي، بس فوت بالموضوع لو سمحت سبيد، انا حبعت لك جيست وبستعمل ميوت. الدور بتاعي يا جو، ممكن ارد يا جو؟ بعرف دورك اختي، اخذت مين بعد الدور بتاعي انا هنا اختي. لا مش حاخده، حوقفه على الجيست لحظة لو سمحت حبيبي، لو سمحت اعمل ميوت، ما تتدخل لا يجي دورك. اختنا الحبيبي سلام ديفاين، سلام ونعمة، سلام نعمة رب المجمع، نحن اسفين على التاخير، سامحونا لكن في ضغط كثير على البرنامج. تفضلي ديفان، هل حلل اله الاسلام الزنا؟ تفضلي انت ليش ما تعطيني الجواب؟ يعني انت نص دقيقه ما خليتك تكمل. طب انا اديك الجواب يا جماعه. خلاص حبيبي، انا بوقف. خلاص حبيبي، الظاهر انه انت ما بتستفيد من الدرس. تفضلي ديفان. اولا لوط مش نبي ولا بناته انبياء، وكتابنا امين في انه بينقل كل حاجه حصلت بالظبط. مش معنى ان هي ذكرت كتابي غير كتابك انت، كتابك هو عباره عن تشريع الاله بيقول كل اللي هو عايزك تعمله، لكن انا كتابي بينقل الاحداث التاريخيه بالاضافه الى النبوات، الاحداث التاريخيه. فده حصل، لو في شر حصل، لان كتابي نافع للتوبيخ، للتعليم والتوبيخ ايضا، عشان بيجيب لك الشرور والحاجات اللي حصلت من الناس والحاجات الغلط عشان تتعلم منها، تاخد منها عبرة. مش معناها ان هو بيدي امر ان الناس تعمل اللي عملوه بنات لوط او اللي داود عمله. على فكرة داود ده يعتبر حجة على الهك، ان الهك هو الشيطان اللي حصل مع داود. وعلى فكرة كمان نفس الخطيئة اللي ارتكبها داود عندك في القرآن، بس ده مش موضوعنا. بس هقولك، لما داود اخطأ الله غضب عليه ولا قال له ولما قضى أوريا الحسي منها وطرا زوجناكها؟ ما قالش كده، غضب ان داود عمل خطيه ونظر الى امراه اخرى، لان عندي الكتاب ما عنديش انه لو النبي، عشان هو نبي، لو ينزل لامراه وتعجبه ويشتهيها الاله يزوجها. لا، ما عندناش الكلام ده. عندنا لا تشتهي زوجة قريبك ولا ثوري ولا حماره ولا أي شيء إنما لقريبك. الشهوة نفسها غلط، الزنا أكبر غلط، لكن أنت عندك اللمم وعندك الوهبات أنفسهم. تعال هنا الرسول عندك بيقول إيه؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. طب ده مش الآية اللي هي بتاعت الأحزاب 50 مش ضربة في إلهك، في قدسية إلهك؟ الوهبات أنفسهم كلهم زانيات بقى، اي واحده هتوهب نفسها كده كانها بتزوج نفسها، لان دي ولا ولي ولا اي حاجه. فهل ده اعتراف من الهك ان محمد زاني وان كل الواهبات انفسهم زانيات؟ اكيد ده اعتراف منه. محمد بيقول
أو إلهك بيقول في النور 30 كل المؤمنين يغضوا عن أبصارهم ويحفظوا فروجهم، صح؟ طيب هل محمد لما رأى ست في الشارع وسب الرجالة وجري صحابه اللي هم الصحابة وجري على زينب وهي تنعس منيئة وعمل اللي عمله وقضى حاجته وحتى بيعتبر المرأة كأنها مرحاض، بس مش موضوعنا، وبعدين رجع لأصحابه وقال لهم إن المرأة هي اللي بتأتي في شكل شيطان وتدبر في شكل شيطان، فلما تشوفوا مرأة مرت فلانة فوقعت في قلبي شهوة النساء، وانت عندك إن العين بتزني وزناها الشهوة أو النظر أو النظر الشهواني، إذن إلى رسولك لم يغض البصر، رسولك ما نفذش الكلام وزنى على حسب الحديث برضو التاني ده يعتبر زنا، وعلى حسب بقى إلهي أنا القدوس اللي بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها، هنا رسولك اعترف إنه زنى بها في قلبه زي ما المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، رسولك اعترف وقال إن وقعت في قلبه شهوة النساء لما شاف الست معدية، إذن رسولك اعترف إنه زاني في الحديث ده، رسولك شاف واحدة ماشية في الشارع اسمها أميمة بنت النعمان قال لها هبي لنفسك، قالت له وهل تهب الملكة نفسها لابن السوقة، لأن هي عارفة طبعا الناس اللي حواليها عارفين من هو، هو كان لم يشص عليك وكان ابن السوقة، فطبعا قالت له إن هي ما ينفعش إن الملكة تهب نفسها لابن السوقة، وبناء برضو على الحديث بتاع إن لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي لا تتزوج نفسها، وبيقول لك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. لما يجي إلهك برضك في النساء 24 ويخليهم ينكحوا سبايا أوطاس اللي هم مشركين وثنيين، مش كده كل المسلمين اللي نكحوا سبايا أوطاس وثني زناة، لأن لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، مشركة مشركة ده غير ان هو خدهم من الرجاله بتاعتهم وخلاهم يغتصبوهم استحلاله فيه رهوه وكذا، يعني الهك بالايات بيحرض على الزنا واغتصاب النساء، وكمان الفعل اللي هم عملوه اللي هم بيسموا نفسهم مؤمنين، وبعدين ايه مدي الوصايا دي للمؤمنين ان هم يعملوا كده اللي المفروض يسموا نفسهم مؤمنين كده بالافعال، اعرف ان دول الشياطين، لان اللي جايين من غير الاسلام اللي جايين من الجاهلية وما كانوش مسلمين كانوا متحرجين، بيقول لك متحرجين انهم يغشوا النساء المتزوجات، لكن إله الإسلام غير متحرج من ان هو يخليهم يزنوا بنساء متزوجات بالفعل. رسولك كسر كل القداسة الموجودة في المسيحية، رسولك نكح خالته يعني الواهبات انفسهم فتحها طبعا على الآخر كده، وخولة بنت حكيم اللي هي خالته راح نكحها، وموجودة ديت في البخاري في مسند أحمد 2873 ديفاين. نعم. بس عشان أكيد حيتسألوا أم الرسول اسمها آمنة بنت وهب، إحدى خالاته وليست خالته من الجسد، هي إحدى خالته قريبة أمه. لا هي أخت أمه لكن من أمها مش من أبوها، عشان نوضح لأخواتنا الأحباء. خولة هي اسمها خولة بنت حكيم، أكيد حيتسألوا أم أجيب لهم أجيب لهم السنة. لا أختها من أمها، تفضل. إحدى خالاته. أيوه. طب لحد عايز أجيب الحديث البخاري ومسند أحمد عشان أثبت لهم إن هم الكتب بتاعتهم هي اللي بتقول. كفي مداخلتك، تفضل. طيب خليني بس هجيبها بسرعة كده، الحديثين موجودين عندي. احنا ممكن ناخد مداخلة تاني لغاية ما تجيب الحديثين اخ جو وترجع تاني للمداخلات، كل ما كانت المداخلات قصيرة كل ما يكون افضل. تمام، بس خلينا اختي انا وبعدين ابو فيصل، بعتقد هو ابو انجلينا. ابو انجلينا انت ابو فيصل؟ نعم انت بتعرفني. انا عاوز ده شويه والنبي يا عم والنبي يا استاذ جو خد اللي انت عاوزه، خلص لك نص ثروتي وسيبه لي دقيقتين بس. انا حترق بس، اتفضلي انا. سلام المسيح. سلام المسيح، تنورتينا، اهلا وسهلا فيك. عندهم اية صريحه بتقول فما استمتعت منهم اعطهم اجرهم. اي حد يستمتع باي شخصيه باي واحده المهم يعطيها
جنيه مصري يبقى ده حلال في الإسلام. الجنيه المصري ملوش قيمة يا أختي. لا ما هو أنا بقصد أي حتى بلحتين يا حضرة الجسيس فيعتبر ده حلال عند المسلمين إنه يعطيهم أي أجر لأي واحدة بهذه الآية هي حلال ليه. ما شرطش إن تكون متزوجة ولا مطلقة ولا أي شيء، هم إذا استمتعوا مع بعضهم يعطى أجرها هذا حلال. وتقولوا الله أكبر ما منحش حل للزنا. رسول أكبر حل الزنا عندهم. يا أستاذ سامسام أنت أكيد عارفة حديث بيقول وإن اتفق اثنين فعشرة ما بينهم. حديث صحيح البخاري يعني. أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإذا حب أن يتزوج اتفقوا مع بعضهم يقعدوا ثلاث أيام. ولو ده تست درايف، ده تست درايف يعني، ده تست درايف والجل فريند. لا ده حديث البخاري متعة إلى أجل يا أخوة. ما فيش شرط تكون المرأة دي متزوجة ولا غير متزوجة، هو المهم انهم يستمتعوا او يتفقوا مع بعضيهم. صحيح، هذا كان حديث عن المتعه، تحليل زواج المتعه كان يحللوه. فانت وافقا ذكر وانثى فعشر الثلاث ليالي بينهما، فان احبا ان يتزايدا او يتتاركا. يا اما برضه يا استاذ جون ما اتفقوش ان يبقى متزوج او متزوجه او لا، المهم اتفقوا مع بعض. نعم وهي نعم وهي الأجر وهي تبقى معاه ويستمتعوا براحتهم. نعم كمان حرم الزنا، فين التحريم الزنا؟ لما رسول الإسلام زنى بماريا القبطية هل نزلت له آية وقالت له عيب يا رسول الإسلام أنت زنيت؟ لا، قال له لا، ليه أنت تخفي عن الناس وتخشى الناس ولا تخشى الله يا رسول الإسلام؟ لا حلال، مش ملكة يمين. هي ملكة اليمين دي إنسانة ولا ملكة يمين حاجة تانية؟ ما هي ملكة يمين، ممكن أي عقد، أي واحد يكتب عقد لأي ست مسلمة إنها ملكة يمينه يستمتع بيها. عارف يا أستاذ جون وأنتوا كلكم عارفين، لو أمه وعملها ملكة يمين ممكن يستمتع بيها. وتقول نعم. الإسلام حرم الزنا. أنا شكرا أنا عشان نحاول نختصر أخواتي الأحباء يعني. شكرا لكم ربنا يبارك. نحاول نختصر يعني مني أنا والجناب القسيس وأخونا الحبيب سام طبعا. طب أقول الحديث يا جماعة بس عشان الموضوعية. هقول فضل. في مسند أحمد. طب رجاء طلع لي إيكاروس يا طلع لي إيكاريوس لو سمحت عشان يفتح لي الشاشة لو سمحت يا. غرفة الكنترول لو سمحتوا رجاء طلعوا لي إيكاريوس. أنا ما بعرف مين إيكاريوس. تفضل أخويا إيكاريوس هو اللي يفتح لنا الشاشة. نعم اطلب يا إيكاريوس بس. تفضلي ديفان حبيبي يا أختي، تفضلي يا أختي. في مسند أحمد 28.073 بيقول إيه؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي أبي، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة وحجاج، قال حدثني شعبة، قال سمعت عطاء الخراسان يحدث عن سعيد بن المسيب أن خولة بنت حكيم السلمية وهي إحدى خالات النبي صلى الله كذا سألت النبي عن المرأة كذا، فقال رسول الله لتغتسل في تحفة في 15827 وفي معتلي 11355. وبيقول وقد أكد صحيح الحديث على أنها ممن وهبنا أنفسنا لها في البخاري 5113 البخاري 5113 اللي هي 5113 بيقول حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابن فضيل حدثنا هشام عن أبي قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبنا أنفسهن للنبي صاد، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجئ من تشاء منهم قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني حتى عيش عارفة إن الإله بيسارع في شهواته بس، لكن عند الحاجات الجامدة ما كناش بنلاقي الإله، سابوا يتسمم سابوا يتسحر. وبرضك لما حاول ينتحر ثلاث مرات في حاجات كبيرة
الإله ما ظهرش فيها، لكن بيظهر بس في شهوات محمد، هو شايله في جيبه وبيطلعه لما يبقى عنده شهوة معينة يعني. ورواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بش وعبدة عن هشام عن أبي عن عائشة يزيد بعضهم على بعض، وأيضا وفي فتح الباري في 4788 وفي فتح الباري يشرح صحيح البخاري في التعليق على الحديث قوله بنت حكيم أي ابن أمية بن الأوقس السلمية، وكانت زوج عثمان بن مطعون وهي من السابقات إلى الإسلام وأمها من بني أمية. طيب شكرا، خلينا ناخد أخونا الحبيب سام. سلام ونعم من جديد سام، تفضل. تفضل سام. سام أيام. سام عامل ميوت. سام عندك ميوت على المايك. طيب خلينا ناخد جدادية. طيب اوكي جدادية اختي سلام المسيح من جديد، تفضلي اختي. اول حاجة الزنا، يعني المسلم النهاردة بيقول لنا المتعة يا جماعة ده زنا صح؟ فهو دلوقتي انت حضرتك لو انت بتعترف ان المتعة ده زنا والقرآن لم ينفي المتعة في الـ في الـ في القرآن نفسه، إذن القرآن حلل الزنا، الله حلل الزنا. وعندنا حديث صحيحة في بخاري ومسلم بتقول إن حل لهم المتعة بالثوب وبتمر الدقيق وتمر وحفن الدقيق وحفن التمر أيام الرسول، حتى جاء عمر، يعني عمر بقى هو يا جماعة اللي غير موضوع المتعة ده مش الرسول. وطبعا في احاديث كتيرة حلل وحرم حلل وحرم. طب وانت لما تيجي تحلل حضرتك المتعة ده اللي هو الزنا، يبقى كده انت الله حلل الزنا؟ طيب عمر دي حرم المتعة ماشي، بعد كده نلاقي عمر يحلل المستأجرة للزنا. طب ايه هو المستأجرة للزنا؟ طب ما المتعة برضو كانوا بيتمتعوا بالنساء بحفن التمر وحفن الدقيق، وبرضو في وأيام عمر كانوا بيتمتعوا بالنساء بحفنة التمر وبق المية. امرأة جاءت لعمر وقالت له وأنا برعي غنمي جالي واحد واداني ثلاث حفن تمر وأصابني، قال لها ماذا قلتي؟ وبعد كده راح عادت له الكلام تاني، راح قال لها مهر 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 يحللها. وبعد كده واحدة تانية كانت بتموت من العطش، فقال لها مش هديكي بق المية غير لما تسلمي لي نفسك، فراح سلمت له نفسها يا عيني، بدل ما عمر يمسك الراجل المغتصب اللي خد الست وذلها ببق المية عشان تموت قدام الاغتصاب، بدل ما عمر يعاقبه عمر حلل له هذا الفعل وقال مهر مهر مهر. ده تحليل الزنا ده ولا مش تحليل الزنا؟ حتى عمر نفسه حلل الزنا اللي بيقول لك مش عارف ايه. التشجيع يا جماعه على الزنا في الاسلام واضح جدا من البدايه، من اول ما الراجل يخش عند الست الله اكبر ومحمد كانوا بيحموها من البدايه. إن الرجل لا يستطيع أن يترك أبواب بيته ليلاً خوفاً لحسن يخش ويلاقي واحد معاها. نعم، طب ده إيه حضرتك؟ ده اسمه إيه؟ ولازم إن هو يبعت لها مرسالة قبل ما يروح، حضرتك ده اسمه إيه يعني؟ ما يخش ليه على مراته؟ أنا مش فاهمة. ولما تيجي تحمل ما يقدرش يلومها، لأن حتى لو هو بعيد، لأن مدة الحمل ممكن تزيد عن إلى ما لا نهاية، مش بس 4 سنين إلى ما لا نهاية. أنا لو مسافر برا ورجع ولقيت مراتي بعد 4 سنين ورجعت لقيت مراتي حامل، مراتي شريفة وعفيفة، فعين الإنسان ما تقدرش تقول حاجة، ولو قلت حاجة تتجلد 80 جلد. ده اسمه تحليل زنا ده ولا مش اسمه تحليل زنا؟ ولما تخلف أنت تاخد العين ده اسمه إيه؟ أنا برضو ده اسمه إيه ده؟ الزنا لا يفسق عقد النكاح، يعني يبقى انت كده بتحلل يعني دلوقتي انا واحده الزنا ما يفسخش عقد النكاح. وده طبعا فرق ما بين المسيحيه والاسلام، ان الزنا عندنا بيفسخ عقد النكاح، لكن في الاسلام الست الزانيه ده مش معناه ان هي مطلقه لا خالص،
ده ايه عادي ممكن تكمل عادي يا جماعه مفيش اي مشاكل. اللمم يزول بالصلاه والصلاه، ان انت مجرد ان انت تقوم عملت لمم، القران قال لك كده، قوم صلوا والحسنات تزيل السيئات. يا جماعه رجل اتى امراه بكل شيء الا الفرج، فراح للرسول قال له خلاص ما يهمكش حضرتك، قوم اعمل شويه حسنات. فقال لك الصلاه ومش عارف ايه والكلام ده كله، حضرتك كده ينفع يعني قبل ما حضرتك تتجوز مراتك دي تكون عدت مثلا بعشرة لمم وبعد ما خلصت تقوم تصلي وهي كده شريفه عفيفه؟ مش فاهمه ده تحليل زنا ده ولا مش تحليل زنا. بيقول لك كل فرج مكتوب عليه اسم ناطح، وكل انسان مكتوب عليه نصيبه من الزنا. حضرتك يعني انت مهما عملت انت مش غلطان لان ربنا كتب عليك، وهكذا حج ادم موسى. يا جماعه ازاي تلومه على حاجه وعملها والله كتب عليه. تاني المسلم يروح الجنه حتى وان زنا وان سرق. انا بس هقطع دلوقتي عشان قعدت مده طويله، بس هسال سؤال قبل ما امشي. ما قيمه الحد في الاسلام؟ ما قيمه الحد اذا كان استحاله تطبيقه؟ عايز اعرف قيمه الحد اذا كان لا يمكن تطبيقه، حتى لو جبت اربع شهود ولو ما لقوش المرود في المكحله، وده مستحيل ان واحد يستمر المرود في المكحله وفي اربعه واقفين له، استحاله. ومين ده الراجل بيقول له؟ الراجل بيقول للنبي هل اسيب مراتي مع رجل واروح اجيب اربع شهود؟ قال له نعم. وبعد كده قال لهم كده يعني انا لو دخلت على مراتي ولقيت معاها راجل وقتلته تقتلوه. يعني لو المسلم دخل على جزء مراته وشافها مع راجل وقتله قتلتموه، الحديث بيقول كده تقتلوه، عشان كده نزلت آية اللعان. تخيل حضرتك في ايه اكتر من كده تحليل للزنا؟ وقال له كده البينة ثم البينة حد في ظهرك، البينة حد في ظهرك، لازم تجيب البينة، ولو قتلته تتقتل. يبقى ده تحليل للزنا ولا لا؟ شكرا. شكرا اختي، شكرا لك، شكرا لك. جناب اتفضل، جناب السيد تفضل. طيب بس قبل جناب القسيس بعد اذنكم احبائي، اي حديث او اي ايه بدنا نقول لازم نعطي عشان المصداقيه، نعطي المصدر، نعطي رقم الايه، نعطي اسم السوره، نعطي الحديث، نعطي الكتاب المرجع افضل، عشان ما يكون كلامنا مجرد. كل الكلام اللي قالته اختنا جدائيه انا جاهزه باي حاجه، اي عايز اي حديث اجيبه لك دلوقتي. بليز لا 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 معلش للتذكير اختي، كل كلام اللي قالته هو صح، موجود بالكتب، موجود بالكتب، ولكن الأفضل نحن عشان مصداقية البرنامج لازم نعطي الآية عشان الأخ المسلم يتأكد بذات نفسه. جناب القسيس تفضل، شرف. شكرا أخ جو. كمان في حاجة وكمان ملحوظة تانية، أنا في المحبة كده أنا عارف إن المعلومات كتيرة، ولو تكلمنا عن الزنا في الإسلام زي ما قال أخويا سام أيام هنقعد فترة طويلة أو أيام كتيرة جدا جدا نقدر نتكلم عن الموضوع ده، فلو خدنا نقطة نقطة وركزنا عليها في المداخلة وتبقى مداخلات قصيرة يكون رائع جدا، عشان كمان إخواتنا المسلمين ياخدوا. يعني أنا هاخد دلوقتي هرجع تاني للأحزاب 50 اللي أنا بدأت فيها، واللي هي فكرة المتعة وما استمتعتم به منهن أعطهن أجرهن، وده إحنا قلنا ده مش بس زنا، ده دعارة، لأنه ده هنا زنا بمقابل. الفكرة الأساسية كمان القرطبي بيقول في البند عاشرا الحاجات اللي أحلها إله الإسلام لرسول الإسلام، إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نطاحها زي ما بيقولوا، قال ابن العربي هكذا قال إمام الحرمين. فهنا ومضى وقد مضى مال العلماء في قصة زيد من هذا المعنى، يعني رسول الإسلام طبق هذا الكلام. وأرجع تاني أأكد على اللي قاله أخويا جو على فكرة داود ولوط وغيره، أن هؤلاء لم يأتي لم ينزل لهم الله الحقيقي آيات تحلل الزنا، بل كان هناك عقابا شديدا على داود، حتى أنه من ضمن العقاب أن السيف لم يفارق بيته، وكان ده واحد من العقاب اللي كان الله
أنزلوا على داود، وداود بيجي ويقول كده مزمور 51، ارحمني الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معصية، وبيأكد وبيقول اغسلني كثيرا من اسمي، ويقول لربنا إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. يعني هنا ما جالهوش تحليل كنبي للزنا، لكن كان في عقاب وكان في توبة وكان في رجوع. لكن هنا إله الإسلام بيقول لرسول الإسلام إذا وقع بصرك على امرأة، إخواتنا قالوا المتزوجة هنا واضحة جدا، وجب على زوجها طلاقها، وده اللي حصل مع ابنه بالتبني زيد، وكان زينب بنت جحش. وهنا بنشوف حاجة من ضمن الحاجات اللي هو يعتبر هنا، أولا شهوة اللي تعتبر واحدة بنته. الجماعة الأجانب بيقولوا على امرأة الابن دوتر اللو، يعني بنته بالقانون، بنته بالشرع. فهنا رسول الإسلام مارس مع زينب بنت جحش ما يسمى بزنا المحارم. تبنى محمد رسول الإسلام زيد أحد عبيد خديجة زوجته الأولى، اشتهى محمد زينب اشتهى شهوة جنسية. وطبعا لما عمل الحكاية كده جات له الآية، لا تخفي في نفسك ما الله مبديه، لا تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهنا بنشوف الرسول ده يعني أولا كان بيؤكد دائما أنه لا يعمل وزنا لله. ففي آية في التحريم يقول له لا تحرم ما أحله الله لك، وفي الأحزاب يقول له لا تخشى الناس. إذن لم يكن هدف هذا الرسول على الإطلاق إرضاء الله أو أن يخشى الله أو أن يحلل ما حل الله وما حرم الله، ببساطة لأنه لم يكن له إله، كان هو إله نفسه، أو كان إله زي ما قالوا كده بجيبه بيطلعه في وقت الحاجة. فهنا بنشوف هنا الرسول الإسلام بيعمل عملية زنا المحارم مع مين؟ مع زينب. لما بيقولوا كده لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذ قضوا منها وطرا. وهنا بنشوف أكتر من حاجة، منع رسول الإسلام التبني أو منع التبني في الإسلام بسبب شهوة رسول الإسلام. وبعض الناس يقول لك إيه، وعشان يبقى كل واحد لأدعيائه وكل واحد ينتسب لأهله. طب هو رسول الإسلام لما تبنى زيد ما كانش عارف إنه ده ما يصحش؟ هو في أي حالة من الحالات كان صح التبني وليه بقى غلط؟ الفكرة الأساسية هنا الشهوة، وأرجع تاني للرسول يعقوب لما بيقول والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وهذا هو ملخص الإسلام، أنها شهوة الامتلاك قادت إلى السرقة، الشهوة الجنسية قادت إلى أنه لا يوجد ما يسمى زنا في الإسلام، فكل الإسلام زنا، حتى الزواج عبارة عن مجرد دعارة، والمتعة إلا حلها ثم حرمها، كأنه كده الله رايح جاي مرجيحة. فين الشرع؟ فين لما بيقول لك الإسلام هو الذي عنده الشريعة؟ فين الشريعة؟ بنشوف ده في الإسلام، وبنشوف في سورة الأحزاب، والطبري كمان بيتكلم تسمح هذه الآية بما تمنعه المسيحية واليهودية بكل تأكيد، لأن المسيحية ما فيهاش فكرة أنك تتزوج المحارم، عندنا زواج المحارم. لما بيقول كده لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة، أنا الرب عورة كنتك لا تكشف، أنها امرأة ابنك لا تكشف عورتها. ده الكلام ده في سفر اللاويين أصحاح 18. فهنا بنلاقي أن الإسلام يضرب عرض الحائط بكلام الإله الحي الحقيقي عشان يشرع الزنا. طبعا في حاجات كتيرة عن مثلا الأسرة، وفكرة إزاي أن هو بيمارس الزنا مع الأسرة،
وبنشوف كمان استحالة إثبات الزنا، لكن أنا مش هتكلم عن ده دلوقتي عشان أدي فرصة لإخواتي، بس بطلب منكم وأنا أكيد الأخ جوا يطلب منكم أنه كنتوا كمان نعمل شوية تكبيسة على البث عشان نوصل. إحنا جربنا على 100,000، عايزين كده نثبت البث، وبشكركم من أجل دعمكم للبث، وشكرا لكل الأحبة اللي أخذوا المداخلات، والرب يبارككم. شكرا جناب بسيط، شكرا لحضرتك، شكرا لكم. طيب اخونا سام كان معنا، اخونا سام نزل. اخونا سام نحن اعطيناه طبعا مداخلته، لكن هو كان مشغول كان عم بيسوق فللاسف ما قدر يتداخل، وشكله انه عم بياخذ عم بيمرق على اشارات مرور او شيء كمان لهيك نزل بعتقد. طيب ناخذ الاخوه، ناخذ ديفان كمان مره، تفضلي ديفان. ديفان شكله مش عارف. اوكي طب هتكلم برضو عن حاجه مهمه قوي في الاسلام، وهي اعاره الفروج. يعني الواحد بيكون متجوز واحده والتاني بيتجوز واحده، ده التبادل. الاعاره ان واحد يعير الأمة بتاعته لجاره أو لصديقه أو لضيفه، وهجيب دليل عليها من السنة. هي موجودة طبعا كتير في الشيعة برضو، وموجودة في كتب كتيرة قوي، لكن أنا عايزة أجيبها من السنة عن عمر بن الخطاب. بيقول لك روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له، فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم، فإن آل عمر ليس بهم خفاء، فولدت ولدا أسود، فقال ممن هو؟ فقالت من راعي الإبل، فحمد الله وأثنى عليه. يعني عمر وراعي الإبل كانوا مشتركين في واحدة، الاثنين مشتركين في واحدة، وده اللي كان بيمارسوا الإسلام. وعندنا بقى الأدلة كتير جدا، وعندنا الفقه بيتكلم عن المواضيع دي كتير جدا. كان نفسي سامي يكون هنا عشان يقرأنا الحاجات دي بصراحة، مش عارفة هقراها يعني ولا إيه يعني. طب هنقي كم حاجة يعني. أحكام استعارة الفهرة وجيم، مضطرين نقول معلش يا جماعة الكلام ده، أنا عارفة أنه هو كلام صعب جدا. بتحبي حط لك شيخ دقيقة واحدة بيحكي الحديث؟ يا ريت على فكرة. قلتنا الشيخ أحسن عشان الكلام مش هنعرف نقرأ. عشان ما تسببش عليك ولا تبادل الزوجات. هقول لك حاجة سريعة أخ جو والأخت ديفاين. احنا كان بيدينا اسلاميات القسيس منيس عبد النور، يمكن معظم الناس يعرفوا القسيس منيس عبد النور، فكان لما بيجي الحاجات دي كان معانا كمان بنات بيكونوا موجودين في المحاضره، فكان يقول لهم معلش يا بنات دين مش عارف ايه. فيعني احنا انا بعتذر لكل اخواتنا اللي موجودين معانا للالفاظ اللي موجوده في القران اللي احنا كرجاله اساسا صعب ان احنا ننطقها. طيب انا خلينا نقول ان احنا لما نحاول نطلع حد وقع في الوحل اكيد ايدينا اللي بتمدها عشان يطلع. طيب اختي خلي ان شاء الله لا حول لها ولا قوه، لكن انظر في المجتمع الشيعي الاثنى عشر. نعم خلينا طيب الموضوع زي ما يعني السؤال اللي حضرتك سالته، النماذج من الجانب الشيعي الاثنى عشر على العفه. يعني مثلا انا بقول ان احنا كنا مثلا بصدد مشكلة هزت الرأي العام لاغتصاب فتاة يعني صغيرة لا حول لها ولا قوة، لكن انظر في المجتمع الشيعي الاثنى عشرين جوازوا إعارة الفرج، وهذا الكلام ذكره السيد حسين الموسوي في كتاب لله ثم للتاريخ، يقول هذا باب كبير من أبواب الفقه عندنا، يجوز فيه الرجل أن يستعير أو أن يعير فرج امرأته أو أن يستعير فرج جارته أو فرج زوجة صديقه، وهذا الكلام ربما يعني السادة المشاهدين بشيء من الدهشة. لا هذا يعني في كتب الفقه حتى أن رجلا إذا أراد أن يسافر خوفا على أن يعني من أن تقع امرأته والعياذ بالله في الزنا بزعمهم يؤجر فرج امرأته لجاره، يعني كما يقال يعني بيدي لا بيد عمرو، حتى أنه يخشى عليها أن ترتكب الفاحشة. ولو أن الضيف جاء
إلى بيت رجل يكون من الإكرام، من إكرام هذا الرجل لهذا الضيف أن يقدم له فرجة من يختارها من النساء. تفضل هذا الحديث أختي. أنا أعلق بس تعليق صغير أخي جو على الحتة بتاع الفيديو ده، معلش أنا أستأذنك. أول حاجة تعالوا نشوف بيقولك إيه، اللي هي الفكرة اللي هو بيعلق عليها بيقولك بيدي لا بيد عمرو. الفكرة الأساسية أنت بتحميها من الزنا بأنك أنت تروح تخليها تزني، يعني مع حد موثوق فيه أسيس ما هو رجال حد موثوق فيه. خايف من احتمال الحدوث بأنه هو مؤكد الحدوث. لا اذا اسمحوا لي اسجل اعتراضي، لما تزني مع حد غريب، مش لما لما تزني مع حد موثوق فيه، هو بيروح لحد موثوق فيه، فهو بينقي واحد من قرايبه، واحد من جيرانه، حد هو واثق فيه ان هو مش هيخرب له البضاعه بتاعته. ده كان ما تعرفوش، كان في الجاهليه كانوا بيسموه تحسين السلاله، اللي هو كان الواحد بيودي مراته. عندي سؤال محيرني، طيب بيعير فرج مرته او بيحطه امانه؟ يعني كيف بياخده لحاله بيروح يحطه عنده او كيف؟ يعني ما فهمت، بيقطشه يعني بيقصه ولا شو بيعمل؟ هذا السؤال محيرني بصراحه. لا سام هيجاوبك على السؤال ده، سام ايام هو اللي عم يجاوبك على السؤال. سام ايام حبيبي جاوبني لو سمحت، انا شعر راسي هار من ورا هذا الحديث بصراحه. تفضل. طب احنا عندنا دلوقتي فقرة ربط الأحزمة، يعني هنبدأ فقرة ربط الأحزمة. مستعدين البنات تغمض عينيها علشان حلقة ربط، فقرة ربط الأحزمة دلوقتي اللي عودناكم عليها جاهزة، بس أركن بس عشان أنا داخل على البيت أفتح الكمبيوتر. اتكلمنا عن الزنا النهاردة، اتكلمنا عن حاجات كتير جدا جدا في الزنا. أنا كنت المرة اللي فاتت اتكلمت عن حاجة اسمها العزل. العزل كان شريعة كان الرسول أمر بها، والعزل ده إن هم لما يجوا يطؤوا السبايا أو ملكات اليمين، أقولها تانية جو خلاص ولا إيه؟ حبيبي أقول بأمانة، وصل الفكرة مثل ما هي وباللفظ اللي هو ما مذكورة. ينفعش أقولها بأمانة، ما ينفعش أقولها بأمانة حبيبي. لا بدنا نوصل الفكرة واللفظ مثل ما هو مذكور عندهم عشان يعرفوا الكتب. طبعا سام انا اسف، بعتقد اخونا مزراحي بعتقد الحساب موجود فيه هولاكو، بس نخلص سام حنروح لمزراحي. انا هلا انا كنت هقول لك مزراحي هو وهولاكو واحد، يعني بعتقد اخونا هولاكو موجود. خليهم يتكلموا على ما جهز نفسه، على ما يفتحكم خليهم يتكلموا. طيب مزراعي او مزراحي، تفضل حبيبنا. السلام المسيح لك. طيب سلام ونعمه مع جميعكم. أنا آثرت السكوت حتى يكون لي مدخل. أنا أعتذر من أبونا، مدخلتي ممكن تكون طويلة شوية، أنا أحاول أختصرها على قدر الإمكان. الشيخ اللي حضرتك جبته يا أخ جو اللي بيعترض على سلوك الإثنى عشرية، لماذا لم يعترض هذا الشيخ على ما فعله رسول الإسلام حين آخى بين المهاجرين والأنصار؟ فحين آخى بين المهاجرين والأنصار كان الرجل يتنازل للرجل الآخر عن نصف ماله وأيضا زوجاته. كان إذا أعرضه في بيته قال له انظر إلى امرأتي أيهما تختار أنزل لك عنها. يعني الرجل كان متجوز اتنين، ويجي الرجل الأنصاري عنده في البيت كضيف يعرض عليه زوجتيه الاثنين ويقول له اللي تعجبك فيهم أطلقها لك وتتجوز. هل بقى أساسا من جدر الشجرة، يعني هل هناك زواج يقبله الإله القدوس في الشريعة الإسلامية أساسا؟ لا. مزرعي ممكن قاطعك بس عشان الأخوة، عشان المصداقية طبعا، هو هذا الحديث اللي حضرتك حكيته كان هو اللي عرض، هو سعد بن الربيع عرض على ابن عوف انه يتنازل له عن واحدة من نسوانه، قال له شوف اي واحدة بتعجبك وخدها ومشي. سعد بن الربيع عرض على ابن عوف، عشان المصداقية حبيبي، عشان توصل الفكرة. تفضل. لا اي حد من اللي موجودين على البث عنده ابن أو بنت لسه في المرحلة الإعدادية
يفتح كتاب التاريخ أو كتاب الدراسات بتاعتهم هيلاقوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حتى مش محتاجة أن أنت ترجع للأثار الإسلامية، ممكن يتعلمها من ولاده من كتب المدرسة العادية جدا في وزارات التربية والتعليم في العالم العربي كلها على الإطلاق. يعني نرجع لشروط الزواج اللي كل المسلمين عارفينها، هو المهر والإشهار والإعلان، واخترعوا وزودوا عليها الإذن، لكن هو فيها الشهود والاحتكام لولي الأمر أنه يوكل موكلته، يعني يبقى فيه وكيل عنه. حاجة جميلة قوي. دلوقتي يا رجل يا مسلم، حضرتك لما بتتجوز بتعمل إيه؟ بتدفع مهر. طب الطلاق عندك حلال؟ نعم الطلاق عندك حلال. إيه شروطك بعد الطلاق؟ إنك توفي لمراتك بين قوسين طبعا لو هي زوجتك، يعني حقها. ما هو حقها؟ إن كان هناك من المؤخر عليك بالمؤخر، وأهم من ذلك هو نفقة المتعة. تقف زوجتك قدام القاضي الشرعي تطالب بنفقة المتعة، أو من يوكل عنها تطالب بنفقة المتعة، وهي حق الاستمتاع بفرجها لازم حضرتك تدفعه. ممكن أعرف إيه الفرق بين الزواج الإسلامي وإن راجل كل يوم سبت يتعرف على واحدة شكل في أي بار أو ريستوران أو ملهى ليلي وياخدها معاه البيت ويديها أجرها تاني يوم الصبح؟ إيه الفرق؟ ولا أي حاجة على الإطلاق. أهم حاجة في الإسلام هو الترتيب في الآيات، يعني مثلا إن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر. كل المسلمين بيصلوا الأول صلاة العيد ثم يقوموا بالنحر. ليه؟ لأن ترتيب الآية كده. طب والأحزاب 50، فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة، يعني الاستمتاع سابق للأجر، تستمتع الأول وبعدين تدفع الأجر، صح؟ يعني لو حطيت الآية دي على أي بيت دعارة ما حدش يقدر يقول لك أنت بتعمل إيه أبدا نهائي. يبقى أساسا في عين الله القدوس ما عندكوش زواج، ده اسمه علاقة جنسية في مقابل المال. أنتوا بقى بتتفزلكوا تسموه مهر، تسموه مؤخر، تسموه صداق، تسمونا فقط متعة، سموه زي ما تسموه، ده لا يغير من طبيعة العلاقة اللي بينك وبين مراتك أي شيء على الإطلاق، إذا كانت هي مراتك، لأن أنت تقدر تطلقها وتتجوز غيرها بعد أسبوع، وتطلق بعد أسبوع وتتجوز غيرها بعد أسبوعين. مين بيعمل كده من المسلمين؟ كتير جدا، حدث ولا حرج. طب مين اللي فضايحهم ظهرت على الإعلان؟ الشيخ محمد حسان، أكتر من 25 بنت دون 20 سنة. الشيخ محمد حسنين هيكل، أكتر من 40 بنت دون 20 سنة. أحمد السوركي صاحب محلات التوحيد والنور في مصر من شمالها لشرقها بالميات. اللي معاه فلوس في الإسلام يستحل الفروج بشرع الله، وانتوا بتسموه زواج، وللأسف هو علاقة جنسية في مقابل المادة. شكرا، اكتفي بهذا القدر واكمل مع حضرتك وبعدين. تفضل مايك مع حضرتك. شكرا اخونا الحبيب، شكرا لك. تفضل اخونا سام، بعتقد مداخلة سام و طيب. سلام ونعمة رب العالمين. تفضل سام. طيب، في نزول اضطراري، في نزول اضطراري، هبوط اضطراري حالا، فالمفروض كله يربط الاحزمه والبنات تغمض عينيها كالعاده، يعني البنات تغمض عينيها عشان في كلام مهم جدا هيتقال دلوقتي. يا رب يسوع. ملك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى عن قال: دخلت المسجد فرأيت أبي سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا لحظة، أكبر الخط ولا واضح يا شباب؟ واضح الخط ولا كبره شوي؟ عمل زوم على الكاميرا فأصبنا منهم سبايا. كمل بس، أنا مش شايف. بدك تعمل هيك أحسن؟ زوم كده واضح أحسن، كده واضح. أيوة هيك أفضل سام، تفضل. عشان أنتوا تقرأ في كلام مش هقدر أقوله، فأرجوكم أنتوا أقرأوا تابعوا معي. فرأيت أبو سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله عز وجل في غزوة بني المصطلق
فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله بين أظهرنا قبل أن نسأله لا ما يصحش فروحنا نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة الموطئ مالك مش عارف إيه طيب عاوزين نفهم ما معنى العزل طبعا العزل هو أنتوا قروه ماشي اوكي العزل ده بقى كانوا بيعملوا ليه لان ملك اليمين لو حبلت بتصير ام ولد فبيتم عتقها مش بيتم عتقها بتصير ام ولد فما بتبقاش طبعا ملك يمين فهم عاوزينها تبقى ملك يمين تنكح وتبدل وتباع وتشترى وتؤجر فهم كده كانوا بيعتبروا ان النساء بالنسبه لهم هي مصدر مال عشان كده لما جم في غزوه بنو قريظه غزوا وقتلوا الرجال لم يقتلوا النساء واخذوا النساء باعوهم واشتروا بثمنهم طبعا سلاح وخيل فلذلك كانت شريعه العزل قال لهم شريعه العزل دول انتوا تخلوهم زي ما هم ملك يمين بس انتوا لما تجمعوهم تعملوا اللي هو اللي مكتوب قدامكم ده اعملوا اللي مكتوب قدامكم ده فهو ده دي شريعه العزل الاخ المسلم اللي كان بيتكلم من شويه كان بيتكلم عن شريعه الرجم في العهد القديم وكان بيقول لك احنا عندنا ليهم توبه وما عندناش رجم طيب بص معايا يا اخويا المسلم انا كان نفسي اتكلم معاه بص حضرتك المراجعه دي اكتبها روى الامام عبد الله بن الامام احمد في زوائد المسند وعبد الرزاق في المصنف وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وابن حزم في المحلى من طريق عاصم بن مهدلة عن زر قال لي أبي بن كعب وهو ممن يؤخذ منهم القرآن من الأربعة اللي يؤخذ منهم القرآن قال أبي بن كعب كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها قلت له 73 آية فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة اللي هي 286 آية يعني في 213 آية بايعين ولقد قرأنا فيها إيه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم عاوزين نعرف الآية دي فين الآية دي مما نسخ لفظها وبقي حكمها يعني أنتوا بتطبقوا هذه الآية حكما لكن النسخ غير موجود فده دليل على ضياع القرآن ودليل أن عند حضرتك مسروق من العهد القديم حكم الرجم الكلام ده كان موجود في العهد القديم طبعا كان موجود في العهد القديم رجم الزانية كان موجود في العهد القديم وهذا أكبر دليل على كذبكم وادعاءكم وافتراءكم على أم النور المطوبة العذراء مريم لما بتقولوا عندما تقولون أن اليهود اتهموها لو اليهود اتهموها كانوا رجموها وده أمر كان معروف لدى اليهود لأنهم كانوا بيرجموا الزاني طيب ربط أحزمة بأمانة ربنا الكلام اللي جاي كلام صعب صعب جدا جدا موقع إسلام ويب في أخ رايح يحج فأنا مثلا مسافر خارج البلاد عشان أحج أنا المفروض أسأل إيه إيه الأسئلة اللي أسألها توقعوا كده مثلا اخد معايا فلوس كام اخد معايا اكل اخد معايا شحته جبن حلقه اخد بطيخ هل هناك في بطيخ ولا ناخد بطيخ معانا يعني دي الاسئله الواجبه واحد مسافر الخارج طب يسال يعني طب هذا الرجل اللي ذهب للحج ماذا كان سؤاله يسال لجنه الفتوى هل اللواط ونكاح البهائم وقتل البراغيث يفسد الحج عايزين تسمع السؤال تاني صح هل اللواط ونكاح البهائم وقتل البراغيث يفسد الحج؟ لا ما يفسدوش طيب انت عارفين بقى نكاح البهائم هنا بالذات جات ليه؟ ما فيش حد اللي نكح البهيمة انت عارفين نكاح البهائم هنا جات ليه؟ لأن الذين كانوا يذهبون إلى الحج كانوا بيقضوا طبعا بيسافروا على البغال وكانوا بيقعدوا فترات طويلة جدا في السفر فكان بتشتد عليهم العزبة فكانوا بيطؤوا البهائم لذلك تم تشريع نكاح البهائم وقيل أنه لا يفسد الحج يعني لو اتزنق في الطريق وجاله الهفهف
ينزل يطأ البهيمة اللي هو ركبها. سام بس في حاجة انت ناسيها، ان المرأة ان جاءت بكذا وعملت كذا ده يفسد حجها، لكن الرجل لا يفسد. ما احنا جايين اهو يا امي، ما احنا جايين اهو، ما احنا جايين اهو. قال السؤال اللي سأله الاخ الحج بيقول له انا رايح احج، لو خدت واحد معايا وعمل معايا عمل قول قوم لوط اللواط ونكاح البهائم وقتل البراغيث، فهو حاطط قتل البراغيث جنب اللواط جنب نكاح البهائم. طيب لجنه الفتوى طبعا قالت له الحمد لله والصلاه والسلام على مش عارف مين، فمن اقدم على اللواط وهو محرم بالحج فقد فسد حجه وعليه قضاؤه في السنه المواليه، كما يجب عليه نحر بدنه وهي الواحده من الابل، كما يفسد الحج ايضا بنكاح بهيمه عند بعض. للامانه العلميه بنقرا الشرح كاملا عند بعض اهل العلم. اما الاجماع ده البعض، احنا طبعا بناخد بالاجماع. جاء في المجنى لابن قدامه اما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف، اللي هو الطريقه العاديه يعني احنا نعرفها. اجمع اهل العلم على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حاله الاحرام الا الجماع، اي حاجه تانية الا الجماع ماشي. والاصل في ذلك ما روي عن ابن عمر ان رجل ساله قال اني وقعت بامراتي ونحن محرمان، قال فافسدت حجك، انطلق انت واهلك مع الناس فقدوا ما يقضون حل وحل اذا حلوا وارجع العام المقبل حج. طيب وقال ايضا لا فرق بين الوطأ في القبر والدبر من اهل دمين او بهيمه، وبه قال الشافعي وابو ثور. خلي بالك بقى الشافعي ده اللي هو مذهب الشافعي وابو ثور ماذا قالوا؟ يتخرج في وطأ البهيمه ان الحج لا يفسد به، وهو قول مين؟ مالك وابو حنيفه، لانه لا يوجب الحد، يبقى وطأ البهيمه ما فيش عليه حد، فاشبه الوطأ دون الفرج. وحكى ابو ثور عن ابي حنيفه ان اللواط والوطأ في الدبر لا يفسد الحج لانه لا يثبت به الاحصان، فلم يفسد الحج كالوطأ دون الفرج، ولنا انه وطأ في فرج يوجب الاغتسال، يعني اللي يعمل العمليه الجنسيه العاديه ده لازم يغتسل، اما الذي يفعل اللواط لا يغتسل. وقال ايضا اذا ثبت هذا فانه يجب على المجامع ان هو ينحر بدنه، وروي ذلك عن ابن عباس ومش عارف ايه. وبعدين بيتكلم بعد كده عن قتل البراغيث. اللي انا عاوز اوصله هنا انه لو واحد راح خد حماه وخد مراته، لو وطأ امراته بالطريقه العاديه المتعارف عليها ده يفسد الحج، لو وطأ حماه لا يفسد الحج. يعني لو خد معاه بهيمه وطأ البهيمه او وطأ حماه او وطأ اخو مراته او وطأ اي رجل ومارس معهم اللواط هذا لا يفسد به الحج. ليه؟ لانه لا حد عليه. اما هو قال احنا عندنا في القران الزنا حرام، انا عاوز ايه واحده صريحه كده زي ما عندك ايه بتقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تجيب لي آية بيقول حرم عليكم الزنا، التحدي قائم إلى يوم الدين، آية واحدة في القرآن تقول حرم عليكم الزنا، ليس هناك أي تحريم للزنا، ليس هناك أي تحريم إلى للخمر، ليس هناك أي تحريم للاغتصاب، هات لي حد الاغتصاب من القرآن، مش موجود. حد الاغتصاب مش موجود في القرآن لأن الاغتصاب مشرع بل مأمور به من إله الإسلام، إله الإسلام بيأمر بالاغتصاب. أنا قلت لحضرتك أستاذ أبو فيصل تفضل اطلع معانا، أهلا وسهلا بحضرتك. حرم عليكم الفواحش، أنا سؤالي واضح، حرم عليكم الزنا، أنا عندي آية بتقول حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هو لحم الخنزير أفحش من الزنا عشان ينزل فيه آية تحريم، آية التحريم، والزنا ما ينزلش فيه آية التحريم؟ أنا عاوز آية صريحة بتقول حرم عليكم الزنا، لن تجد مفيش. فما نستطيع أن نقوله اليوم أن ليس هناك تعبير زنا في الإسلام، لأن كل شيء في الإسلام حلال. الكارثة بقى، معلش أنا عاوز أسمعكم حاجة كده هي مقرفة شوية، بس في شيخ كان بيشرح الزنا في المسيحية، ممكن نسمعه ولا بلاش؟ شيخ طبعا من اللي بيغسلوا عقول الناس، واحد قليل أدب طالع بيفسر
انه الزنا عند المسيحيين حلال. فقاعد مع للاسف مع مع اخ مذيع وبعدين بيقول له الزنا عند النصارى حلال لانه الله محبه والله طالما بيحبني وانا بحب الزنا فالله شرعني. فطبعا كلام قذر جدا جدا جدا. عشان تعرفوا يا جماعه ان احنا لما بنيجي نتكلم هنا احنا لا ننطق عن الهوى عن الهوى انما هو وحي يوحى. احنا بيجينا وحي كده بنسمع كلامكم عن المسيحيه التي لا تعلمون عنها اي شيء وبنيجي نوضح لكم. ممكن اقول لك بس حاجه؟ كل شيء للنجسين نجس، ما عندهمش الحب المقدس، ما عندهمش محبه الاب لابنه. وفي شيخ العريفي بيقول لهم مش من حق البنت تقعد بانفراد مع باباها بعدين يحصل كذا. ده حتى محبه الاب لابنه حولوها النجاسه. يعني الاب مش هيتحكم في نفسه لو قعد لوحده مع بنته. ما فيش المحبه المقدسه اللي بين الاسره مع بعضها، لا، كل محبه عندهم هي محبه النجاسه. بس انا عايز اقول الحديث مهم جدا يا جماعه عشان اعرفكم ان محمد حسب اهواء. ليهم اخت ديفاين، هم ليهم حاج، ليهم حاج يقولوا كده ان الاب وبنته ما ينفعش يقعدوا مع بعض، لان رسول الاسلام احنا عارفين عمل ايه مع فاطمه. كان قبل كذا وكذا وحاجات مش مظبوطه، واحفاده كان بيعمل فيهم حاجات مش مظبوطه. فعشان كده هم بيحذروا، فاكرين كل الناس افكارهم نجسه زيهم. انا عايز اقول بس الحديث ابين ان محمد هو اللي كان اله الاسلام وحسب اهوائه كان بيطبق الشريعه اللي هو اخترعها عليهم. فانتوا عارفين الحديث بتاع ماعز، مش هنقوله، بس احنا عارفين ان هو حكم عليه بالرجم. تعالوا شوفوا بقى الحديث المضاد ده اللي في البخاري بيقول ايه. حدثني عبد القدوس بن محمد، حدثني عروة بن عاصم الكلابي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صاد، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة، وحضرت الصلاة، يعني بيقول له حضرت الصلاة، فصلى مع النبي صاد. فلما قضي النبي وسلم الصلاة قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم فيا كتاب الله. قال: أليس، عايز يهرب، عايز يبرأه بأي طريق، أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك، يعني الحد بتاع الرجم عنه غفره له محمد. يعني محمد بيتكلم بنيابة عن الله في ماعز، طبق عليه حد الرجم، ومع الرجل ده رفض يطبق عليه حد الرجم، وقال له ايه؟ ان الصلاة تغفر الذنب وتمحو عقوبة الرجم. مش ده بيتناقض يا جماعة مع حديث ماعز لما اعترف ان هو عمل الغلط وقال له ان لازم يترجم ورجموه؟ ليه الرجل بقى ده ما ترجمش؟ وليه هي في ايد محمد؟ المفروض محمد ده رسول جاي يبلغ الرسالة، والمفروض ان هي تتطبق، مش هو الاله اللي بينفذها على اللي يعجبه وما ينفذهاش على اللي ما يعجبوش. يعني الراجل جه واعترف له زي ما معز اعترف، لكن واحد عدها له والتاني قال له إيه؟ الصلاة غفرت لك ذنبك. كنت انت يا محمد مش ضامن انك انت تغفر، انك انت ذنوبك مغفورة، الا ان يتغمدني الله برحمته وقال لك كمان تستغفر مهما تستغفر لن يغفر لهم ولو استغفرت 70 مرة. فعلى اي اساس انت غفرت للراجل دوت؟ هل انت اله الاسلام؟ انت بقى هو الاله اللي بيلبس عمة الاله شوية ويقلعها ويبان ان هو الشيطان شوية؟ يعني دي بقى باينة جدا. ده غير ان اللمم يا جماعة، انتم ما كلمتوش اللمم، دي حاجة بشعة. ده في واحد اسمه جمال النجار، لو تحبوا تسمعوا، بس هو يدوب 3-4 دقايق الفيديو، كارثة. اتعارك هو ومعتز الدمرداش وواحدة مذيعة وبيبين واحدة وشتمته. انت ميوتة فجور هيك اختي، اتفضل اعرضي اللي بدك اياه. طيب اوكي، دي واحده بس هجيبه. يعني حاجه بشعه، بيقول لهم يعني ليه الراجل، يعني الشباب دولت ليه يستنوا بالخمس سنين والعشر سنين؟ يعني فهو بيقول لهم ان عادي، يعني موضوع اللمم المفروض يتم ده. وبعدين بتقول له انت بتجيب من دماغك؟ قال لها لا، انا ما جبتش، عندكم الطبري وابن كثير والقرطبي. هتسمعوا الكلام ده دلوقتي حالا. الشيخ بيعمل اللمم لوحده، هيبقى معاه بنت مش هيبقى لوحده يعني. ايوه هو بيقول لهم يعني ليه الشباب، فهم بيقولوا انت بتحرض الشباب كده على الفسق وتعاركوا معاه وشتموه في الاخر. وقالت له انت خساره فيك تكون اخو حسن البنا الشهيد. ممكن
ممكن قبل ما نبدي رأي فيما طرحه انا مش هبدي رأي هو معانا انا بس عايز اساله عايز حضرتك استاذ معتز ممكن تناقشيه هو عارف كويس قوي ممكن تناقشيه حضرتك بس هو معانا على التليفون انا مش هناقش السبب ايه وجهه نظري بطرحه هقول لك حاجه يا استاذ معتز اذا سمحت لي وفي الجاهل قبل الموت موت لاهله واجسامهم قبل القبول يا دكتوره مالك اعذريني لازم اقاطعك دكتور جمال بنا معانا على التليفون مساء الخير بنا مش دكتور طب بعد اذن حضرتك الاستاذ جمال البنا هو حضرتك استاذ ولا دكتور دكتور جمال البنا انا استاذ مش دكتور طب اتفضل يا فندم بالنسبه ل ايوه بالنسبه للراي اللي حضرتك طرحته علينا مؤخرا وهو مفاده وصححني لو انا مخطئ حضرتك كنت قلت ان الزنا اول مره حلال وده كلام خطير جدا يعني هذا اللي قال كده الطبري والقرطبي وابن كثير طب ما تشرح لنا الذين يبتدئون كبائر الاثم والفواحش الا الذمه فاهمني ما قلتش كده زي كده قلت ان القبله والضمه وقلت يمكن مش انا اللي بقول الكلام وهم بتاعهم كانوا مفسرين قالوا الزانيه الاولى وقالوا السرقه الاولى هي لمم من الذين قال يعني السبعه ده القران من ان المؤمنين يقعوا فيه والذين يقتربون كبائر ليست من كبائر الاثم والفواحش. وده تفسير موجود في الطبري الا اللمع. طب ممكن حضرتك بعد اذنك علشان بس عشان ممكن تفهمني بطريقه يعني مبسطه شويه تقصد ايه؟ نعم. ممكن حضرتك بعد اذنك تفهمني بطريقه مبسطه شويه تقصد ايه بالظبط؟ يا سيدي احنا بنفسر ايه الذين يقتربون كبائر الاثم والفواحش الا اللبن فالمفسرين قالوا ان اللبن ده هو كل ما دون الحد او يمكن ان يكون الضمه والقبله ويمكن ان يكون الزنيه الاولى والسرقه الاولى ده كلامهم فايه يعني كلام جمالي طب احنا يعني احنا نعرف ان الاسلام بقاله 1400 سنه في المجتمع البشري وان في ثوابت معينه من ضمنها ان الزنا حرام يا اخي انت بتتكلم في ايه اقول طولي ولا حلبوه مين قال لك ان الزنا انا بتكلم على القبولات يعني حضرتك بتنفي ما نشر في الصحافه على لسانك تنصف اللي ما نشر على الصحافه ده كلام فارغ انما حضرتك بتتكلم على القبولات في جريده الاهرام في الصفحه الثانيه كان التصريح ده يا على الاهرام واحده بتقول ما لا يقول القبل عادية اذا القبلة من وجهة نظرك في الاول مرة دي من اللبن يا فندم من اللبن ممكن تشرح لنا اشرح لك ان القرآن قال ان في حاجة اسمها كبائر الاثم والفواحش دي الممكن يقتربوها واستثنى من كبائر الاثم والفواحش ذنوب صغيرة يطلق عليها اللبن فاهمني اللمم نعم ايوه يا فندم ادي عمليه هل حضرتك شايف ان الكلام في امور المفروض انها حسمت عند المسلمين من زمان ممكن واحد يرد على حضرتك استاذ جمال البنا يقول لك ايه لزوم الاراء اللي ممكن تحدث بلبله يعني المسلمين يعني مش يعني ارجو انك تقبل الحوار بسعه صدر يعني اصل انت دلوقتي يعني هم جايين في غنهم ولا عايزين يسمعهم ولا عايزين يفهمهم يعني احنا بنعالج مش كده انفلات الشباب والشباب الجماعه فاهم ولهم بيروزوا بصور زي الزواج العرفي وزي البوي فريند وزي القنونات وزي كده ايه سببه ان الاباء والامهات بيتعنتهم في شروط الزواج الرسول قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه ان تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير استاذ جمال يعني مش لما كمل كلامي طب اتفضل دي الاباء هو شكله برنامج طويل ده معتز مع فاهمونا بقى استنى هيقول الحته بتاعت ازاي يقعدوا خمس سنين وعشر بيبرر لهم يعني عادي خمس سنين يصوم عشر سنين شوف كفايه كده ظاهره معينه
هيشتموه في الاخر فبلاش. يا براحتك اختي ديفان براحتك. طب شوف استنى هتشتموه في الاخر. السلام على كل حال. لم يفترض في المسلم ان لا يقع في خطأ. ان الخطأ واقع فيه واقع فيه. وكل بني ادم خطاؤون. فبين الخطائين التوابون. استاذ جمال غنى معلش لازم اقطعك لو سمحت. استاذ جمال حضرتك ما بتشعرش بالمسؤوليه ناحيه ملايين الشباب لما يسمعوا مفكر اسلامي زي حضرتك؟ ممكن تخليني اكمل سؤالي؟ ما بتشعرش بمسؤوليه انك انت ممكن تعمل حاله من الفوضى في وسط الشباب لما تحلل القبله اللي المفروض النصوص القرانيه محرمه الكلام ده في مجتمعات اسلاميه؟ بالاضافه انها ستتيح غرائز اكبر. يعني ما تتوقفش المساله عند انها ياخدوا قبله. يعني ما تبقاش يعني مش هتبقى بوجه وبس بقى. انتوا زي النهارده مش لا تعالجوا المشاكل. علاج حاكم. اخذ اثاركم. يعني دي الكاد اللي منع من الزواج وحرم من الزواج سنوات طويله. رد على السؤال ده. اتفضل. ملكه تجاوبني ولا لا؟ ملكه يعني حضرتك سمعت الاستاذ جمال بيقول يعني تفسيره ايه لما قاله ان هي القبله وليس الزنا كعمل كامل. حضرتك تردي تقولي ايه في الجزئيه دي؟ اقول له حسبي الله ونعم الوكيل. لا اتكلم عن الاسلام فقط ولكني اتكلم عن اليهوديه والمسيحيه والاسلام كلها من مشكات واحده وتحرم. لا حتى النظره تعتبر زنا. وأما إذا كان يجد أن المشاكل وخطوط أبواب الحلال يفتح لنا أبواب الحرام عشان يغلق ما بقى من أبواب الحلال حسبي الله ونعم الوكيل. بيقول لك أنتوا بتحطوا راسكم في الرملة زي النعامة يا دكتورة ملكة. وتقول للشباب وعامل نفسك مفكر إسلامي لما تقول للشباب القبلات حلال كله إحنا ناقصين. إحنا ناقصين بدل ما توعظ وتتقي الله في دينك وفي عرض ابنائنا وفي عرض بلدنا تفتح لهم ابواب الحرام وتقول انه مش حرام. ايه رايك في الكلام ده؟ ايه رايك في الكلام ده يا استاذ جمال البنا؟ ايه رايك في الكلام ده يا استاذ جمال؟ هذا كلام فارغ ذو قيمه ده. ده رئيسي. تكلم اي كلام فارغ. انت واجب مقاطعتك. ومشكلتك يا استاذ جمال هل الفيديو ده تقريبا مش هيخلص يا اخت ديفاين؟ طب اعتقد الفكره وصلت. بس عايزه اقول لكم حاجه. يعني المسلمين اللي عايشين نايمين في العسل ماشيين على الاخلاقيات بتاعتنا احنا، ماشيين على التعاليم بتاعت الهنا اليهوديه والمسيحيه ومش عارفين اللي في كتابهم. يعني هم المفروض لما يشوفوا واحد بيقبل في الشارع ما يتاركوش معاه. بتوع اللي هم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام ده اللي في السعوديه، على اي اساس بيعملوا كده؟ اذا كان الههم بيقول لهم عادي القبلات والحاجات دي من اللمم دي مش ما تتحاسبوش عليها. ولو شفت مراتك في الوضع ده برضو مش المفروض تعملها حاجه لان الاله بتاعك قال لك كده. يعني اللي هم بيعيبوا عليه في الغرب البوي فريند والجيل فريند موجوده فايما رجل وامراه توافقا فعشره ثلاثه ايام بينهما البوي فريند اهي وان اراد ان يتزايد او يتطرق. ادي البوي فريند والجيل فريند اللي بيعيبوا عليها. واصلا الاسلام قبل امريكا. اللمم والقبلات والحاجات اللي احنا بنقول عليها ان هي غلط لان احنا عارفين ان منبع الشيطان واحد في كل مكان. يعني الشيطان بيخالف، يعني لو مسيحي عمل كده هو بيخالف كتابي انا المقدس لان ما عنديش انا الكلام ده. فاللي هو بيعمله مخالفه لالهي لكنه يتفق مع اله الاسلام اللي هو الشيطان. فعشان كده بنقول ان سياسه الشيطان في كل مكان هي واحده والمنبع بتاعه موجود في الاسلام. فسواء هو الاساس بتاعه في الاسلام، يعني اللي بينفذ تعاليم الاسلام هيعمل الحاجات دي، اللي بيخالف تعاليم الهي هيعمل الحاجات دي. اذا التعاليم بتاعت الاسلام شيطانيه عكس التعاليم المقدسه بتاعت الهي انا، اللي بيقول لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا حتى لا تزني الارض. يعني مجرد ان هي تتعرض للزنا، انك انت
تطلعها للعالم ممكن تكشف حاجات زي كده اللي هي بتحصل اللي هم بيقولوا عليها حلال وعادية في الإسلام، إنك أنت بس تعرضها لأن هي تقوم بحاجة ممكن توصل إلى الزنا، ده حرام عندنا. لكن هو عنده عادي وعارف إن هي القبلة زي ما الست ردت عليه وقالت إنها تبتدي بقبلة وبعدين هتنتهي باغتصاب وهتنتهي بالكوارث التانية، زي ما المسيح قال قتل الشهوة في مهدها بإنك أنت إيه من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، بمعنى إن الشهوة بتبتدي بالنظرة، النظرة مش اللمسة والقبلة والكلام الفارغ، ده قمة الشر وقمة الزنا وتشجيع على الزنا، ده دليل على إن الشيطان جانا في شكل إله علشان يكسر كل قداسة الإله القدوس اللي موجودة عندنا في كتاب. سوري على الإطالة، شكرا. تفضل جناب الأستاذ. طيب شكرا أخت ديفاين، شكرا أخويا جو. الحقيقة بس عشان نرجع تاني لموضوعنا، أنا القناة مدينا وقت مفتوح تقريبا، فمعرفش حسب كمان أخويا جون إمتى نحب نختم، لكن أنا عايز خلينا نرجع تاني لفكرة الموضوع، فكرة الزنا. طبعا اللمم زي ما سمعنا وزي ما سمعنا من الأخت ديفاين وسمعنا من الإخوة وسمعنا حاجات كتيرة، إن تشريع واضح جدا جدا للزنا في الإسلام، لكن تعالوا نشوف ليه. يعني مثلا أنا لما هاجي أتكلم هقول إن رسول الإسلام بيمارس السنة بتاعته، رسول الإسلام نفسه بيمارس السنة بتاعته، لأن رسول الإسلام قال إن سنته هي النطاح، يعني سنة النكاح. بالضبط. فهنا قال كده، بيقول تزوجوا فأني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى، وفي مكان تاني يقول تزوجوا الودود فأني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وطبعا ده اللي بيعملوه حتى في البلاد اللي هم بيدخلوها في أوروبا وغيره، هم بيكتروا الأولاد. لكن تعالوا نشوف في حديث بيقول آسف النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ابن ماجة، عن عائشة أن النبي قال كده النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذي طول كذا فإلى آخره. فهنا بيتكلم عن الكلام ده موجود في الصحيحين، وبيتكلم عن دي السنة بتاعته. فلما تبقى السنة بتاعته هي دي، يعني مثلا أنا لم أرى نبي من الأنبياء من أنبياء الله الحقيقيين قال أنا جاي عشان كده. الحقيقة دي مش عايزة نبي، يعني الرسالة دي مش عايزة نبي، الفكرة الزنا دي مش عايزة نبي، ده البهائم بيعرفوا الموضوع ده من غير نبي. يعني لو يعني مثلا ففكر فأي نبي جاي بهذه الرسالة. عشان نأكد الكلام ده يا جماعة، احنا عارفين ان رسول الإسلام زي ما سمعنا من بعض الإخوة، لكن خليني أكد على حاجة معينة، ان هو في يعني في السبايا كان دايما بياخد النساء وكان يأخذ أفضل النساء، يعني الحاجة الكويسة دي تيجي لرسول الإسلام، فهو مارس الكلام ده مع الإماء والخادمات وأسر الحرب. طبعا واحدة من المشهورين جدا جدا اللي هي صفية بنت حيي الأسيرة اليهودية، الكلام الحديث عن الموضوع ده موجود في البخاري. لكن تعالوا نشوف حاجة مهمة في موضوع صفية بنت حيي. إيه الحاجة المهمة في موضوع صفية بنت حيي؟ الحاجة دي بتأكد أن رسول الإسلام كان كل هدفه الشهوة ويختار أفضل النساء. بيقولوا أن بعد ما حصل الحكاية دي، صفية بنت حيي جات في سهم دحية الكلبي كما في الصحيحين أيضا أنها وقعت في سهم دحية، فاشتراها رسول الإسلام بسبعة أرقص، يعني بسبع بنات، بسبع سيدات. وفي رواية أخرى في الصحيحين أن الرسول غزا خيبر ودخلها عنوة وجمع السأب، فجاء دحية فقال يا رسول اعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، روح خذ اللي انت عايزه. فأخذ صفية بنت حيي
جاله واحد بقى ايه ما اعرفش هل كان غير غيران من حاول استاذنكم اسسنا عشان اروح افتح بس سلام ونعم لكم جميعا شكرا على الاستضافه ربنا معاك اخويا سلام شكرا لك ربنا يباركك شكرا لك لمداخلاتك شكرا حبيبي شكرا لك طيب هل هو كان غيران من ضحية الكلبي عشان عشان خد صفية فراح للرسول نفسه يقول له خدها من ضحية فالمهم الفكرة ايه بيقول فجاء رجل الى نبي النبي قال له ايه يا نبي الله اعطيت ضحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح الا لك دي يعني عايزك انت دي بتاعتك انت قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها النبي قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها طبعا الكلام ده موجود في الصحيحين وفي سنن النسائي وفي كل الكلام ده وفي شرح النووي على صحيح مسلم رأى في بيقول كده رأى في إبقاء لضحية مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش يعني هنا رسول الإسلام لما شاف واحدة شكلها كويس فهنا بتيجي فكرة الشهوة اللي احنا بنقول ان كتابنا الرائع بيقول عشان نمنع كل الكلام النجس ده لا تشتهي بيت قريبك ولا شيء مما لقريبك عشان ما تسرقش ولا تشتهي امرأة قريبك ولا امته ولا عبده ولا طوره ولا حماره كل الكلام ده وبنشوف الرب يسوع المسيح بيقول من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه وبنشوف الرسول يعقوب بيقول ان الخطية اصلا بتيجي اصلها الشهوة فكانت الشهوة غالبة على رسول الإسلام لكن في كتابنا المقدس وفي رسالة المسيح إن المسيح منع الشهوة منع الزنا مش منع بس الزنا منع النظرة الشهوانية منع النظرة بتفكير نجس لأن المسيح هو القدوس الذي قال كونوا قدسين كما أني أنا قدوس دي الفكرة وملخص الموضوع كله يا جماعة ده الفرق الإسلام لا يوجد فيه ما يسمى بالزنا لأنه كله زنا لأنه هو الزواج الزواج دعارة ما استمتعتم به منهن اعطهن أجرهن غير كده رسول الإسلام زنا مع الطفلة زنا مع الرضيع زنا مع الأمة مع العبدة مع المتزوجة حتى إني زنا مع من هي في القبر يعني دي 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 حاجة من الحاجات فهي دي هو بيمارس شريعته الشريعة الشيطانية فهناك فرق كبير جدا جدا بين النور وبين الظلمة بين القدوس وبين الشيطان بين الله الحي الحقيقي وبين إله صنعه الفكر النجس الكتاب المقدس بيقول ايه عن الزواج المسيحي ليكن الزواج مكرما والمضجع غير نجس قدس هذه العلاقة في الإسلام الجنس هو إذلال للمرأة الجنس مش علاقة بين رجل ومرأة الجنس هو إذلال وعقاب للمرأة أخويا جو أنا سيب الفرصة ليك لو حابب إن إحنا نختم برنامجنا أنا عارف إن القناة كرامهم كبير إن هم يدونا الوقت ويدونا إن إحنا ممكن نستمر لكن أنا سيب الأمر ليك أنت وإنت بتقود الحلقة شكرا ليك أخويا جو أمين جناب هل ينفع مداخلة يا جو ولا لا؟ لا أكيد لكم مداخلة أكيد البرنامج لكم أخواتي الأحباء أكيد لكم مداخلات شكرا جناب القسيس بعتقد كمان أنه أخذنا كمان نص ساعة زيادة عن الوقت الأصلي فممكن نحن بنختم بكلمة روحية من كل الأخوة أختنا جديدية وأختنا ديفاين ومن حضرة جناب القسيس تفضل الجديدية أوكي أنا بس عايزة أنوه لحاجة عشان الناس بتقع في الحتة دي جداً اللي هم بيعرفوش مش عارفين الحديث بيقول إيه فلما الست قالت إن زنا العين مش عارف إيه والنظر والكلام ده كله الناس يشوفوا الله طب ما هو أهو زي المسيحية لا حبيبي لو رحت لتفسير الحديث هتلاقي كمان في آخر الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني كل العين واللسان والمش عارف ايه ده كله لمم وهيك في تفسير الحديث اما الزنا الحقيقي هو الزنا الفرج فالفرج هنا هو اللي يثبت اذا كان في زنا ولا لا لكن العين والنظر واللسان
هذا لمم مكتوب في التفسير الحديث. كمان هتلاقي، بص يا جماعة عشان الفحشة وصل لدرجة إيه يعني في الإسلام، في الفقه الإسلامي في الصيام رجل الصائم لو امتلأ قوي ويعني هيموت على نفسه ومش عارف إيه، يجيب إيد بنت صغيرة اللي هي مش صايمة يعني ويستمني بيده. شوفوا وصلت لدرجة إيه. كل ده يا جماعة مش زنا، كل ده حلال، كل ده حلال في الإسلام، الاستمناء بيد صغيرة. كمان هتلاقي في كتاب النكاح باب ما يحل من النساء وما يحرم، طبعا ده صحيح بخاري مجلد واحد صفحة 5105، هتلاقي بيقول لك إيه وعن الشعبي وأبي جعفر فمن يلعب بالصبي إن أدخلوا فيه فلا يتزوجن أمه. نعم، يعني حضرتك راجل له في الأطفال الصغيرة، هيقلق في إيه؟ في أمه. عايز يتجوز أمه ليه؟ ما هو مش عايز يتجوز أمه. فين الحد على الأستاذ؟ يعني فين عقاب هذا الإنسان المختص بالطفل؟ مفيش، لأ عقابه إنه ما يتجوزش أمه. طب هو يحيى إزاي يفضل عايش يعني؟ أنا مش فاهمة. كمان إيه عقاب المختصب زي ما سام ذكر؟ يقول لك العقاب المختصب يا جماعة الاغتصاب ده زي الزنا بقى بالظبط، زي لازم 4 شهود والكلام ده كله. طب ولو جبنا ال4 شهود وأثبتناه يدفع لها مهر؟ يعني مفيش حد، لا إلا لو كان محصن بقى، لو كان متزوج في الحالة دي يكون عليه الحد، لكن لو مش متزوج يدفع لها مهر. طب فين يا جماعة العقاب؟ يعني أنا راجل يغتصب بنت ولو هو مش متزوج يدفع لها مهر ويمشي خلاص كده البنت ضاعت؟ هو ده الحكم الإسلامي؟ أنا مش فاهمة برضو. الإسلام يا جماعة هو حياة خطية بجد، حياة خطية. الله بيحس الناس على الخطية. هتلاقي في صحيح مسلم 2749 والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هو ده الإسلام. يعني بيقولهم يعني لو انتوا ما ذنبتوا انا هجيب ناس تانية تذنب، انا عايزكم تذنبوا. هو ده ايه ده غير ان هو شيطان يعني. ايه كمان عايزة حتة بتاعت جماعة زينب بنت جحش دي، احنا عارفين القصة بتاعتها، بس لقيت في سيرة ابن اسحاق صفحة 284 حاجة غريبة جدا، موقف بيصفه اتخضيت بجد قلبي من الخضة. بيقولك ايه؟ بيقولك زينب لبعض اوكي ويونس عن ابن سلمة لهذان مولى الشعبي عن اوكي قال مرض زيد ابن حارثة فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يعني يزوره، وزينب ابنة جحش امرأته جالسة عند رأس زيد. يعني زينب يا جماعة مريض قاعد على السرير وزينب قاعد عند رأسه. فقامت زينب لبعض شأنها فنظر إليها رسول الله كذا ثم طأطأ رأسه فقال سبحان الله مقلب القلوب والأبصار. فقال زيد أطلق عليك. يعني تخيل يا جماعة راجل دخل عند راجل مريض ومراته معاه يزله وهو مريض ويبص لمراته أطلقها لك يا رسول الله؟ فقال لا، فنزل الله عز وجل وإذا تقول للذي أنعم الله عليه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. نعم، إيه البجاحة دي؟ أنا عمري شفت كده في حياتي، عمري ما هشوف ولا شفت بالطريقة دي. وكمان معلش يعني اسمحوا لي ما تخلونا بس على اساس حاجه واحده بس، انا معلش اسف اخ جو، ما تخلونا في الختام كده ناخد كده شويه من النور. طبعا الكلام كتير عن الاسلام، الكلام كتير على فكره عدم اثبات الزنا، حاجات كتير وممكن نتكلم في حلقات تانية. تعالوا في ختام البرنامج كده ناخد رسائل روحيه بسرعه على اساس نقدر كمان يبقى في نور في الموضوع، مش بس كله التركيز على الموضوع ده خاصه واحنا بنختم الحلقه. فمعليش أنا آسف جداً. الأفضل جناب الأسيس فعلاً لازم بعد هذا المعمعة لازم ناخد شيء روحي من كتابنا المقدس. فلو عندك رسالة روحية أختي جدية حابة تختمينا بيها يبقى كويس الأخت ديفاين وبعد كده في الحياة المسيحية
لازم الرجل والمرأة يعيشوا حياة طهارة، حياة قداسة، طهارة قلب، نقاوة يدين، عشان تعيش فرحان وعشان تعيش مبسوط. ربنا ما ادناش القوانين دي في الكتاب المقدس عشان يحط عليك قوانين شديدة عشان يشد، لا، عشان عارف هو دي الطريق الوحيد اللي خليك سعيد وفرحان. الإنسان اللي عايش حياة طهارة وبيمشي حسب الكتاب المقدس، عشان كده المسيح قال ان هذا القانون او دي يعني الشريعه دي مش لاي حد، للمختارين فقط. فاللي بيمشي حسب الشريعه الكتاب المقدس بيعيش مبسوط فرحان شبعان، بيحب امراته بيحب زوجته ولا يشتهي شيء اخر. بس شكرا اختي، ربنا يباركك. اختي ديفان، كلمه روحيه بديه بعد اذنك. اوكي، طب احنا عندنا علشان ما عندناش اصلا الثغره اللي بتوصلنا للحاجات البشعه اللي احنا سمعناها دلوقتي، ولا تبادل ولا اعاره ولا لمم ولا الكلام ده كله، لان الراجل ما لهوش الا امراه واحده بس في المسيحيه، ودي الواقع بيوصل لنا ان دوت المنطق ودوت اللي احنا شايفينه في الحقيقة، إن الله ما خلقش حواء واحدة لآدم واحد، وعشان كده عندنا في الكتاب بتاعنا بيقول لنا كده والمسيح قال لنا كده، لذلك لأنهم من البدء خلقهم ذكرا وأنثى، ذكر وأنثى فقط، فلذلك يترك رجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وطبعا عمرنا ما شفنا إن الجسد مثلا راس لها كذا جسد أو العكس، فده هيبقى وضع شاذ. عشان كده المسيح قال لنا ان هما بيكونوا جسد واحد بيمثلوا شخص واحد، فما ينفعش ان هو يبص عليها ولا هي على غيرها ولا هي تبص على غيره. وبيقول له كمان ايه، ليكن ينبوعك في امثال 5 مباركا وافرح بامرأة شبابك، ما قالوش افرح بنساء شبابك، قال له افرح بامرأة شبابك، يعني هي امرأة واحدة عندنا مش عدة زوجات. وبرضه بيقول ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته ويكن لكل واحد رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. ما بيحاولش إن هو يعدد علشان يخليهم يفتح الفوضى الجنسية ويفتح الفوضى الأخلاقية النهاردة. وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس تسلط على جسد بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر، ما فيش حد مفضل على التاني ولا حد أقل من التاني، زي الإسلام بيقولك إن المرأة نص رجل في كل حاجة، ما فيش الكلام ده عندنا. وفي شوية وصايا جميلة قوي بتتقال في الكنيسة، بس طبعا إحنا عندنا إلهنا بيكره الطلاق، فعشان كده بيعتبر إن الطلاق، لأن الطلاق ده يعني هو الثغرة اللي بيدخل منها الشيطان علشان يعمل الفوضى دي. ما هتتطلق من واحد كده أنت هتحرق البرنامج بتاعكم كده ليه؟ لا ما خلاص البرنامج احنا خلصنا الجزء الثاني. انا بضحك بس معك. بيقول لك هنا، فبيقول له ايه، فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امراه شبابك، امراه شبابك، امراه واحده مش نساء شبابك برضو، خلوا بالكم المسيحيه بتاكد على كده، لان دي بتدي قداسه للمراه وبتخليها طاهره دايما هي لجوزها فقط، ما بيجيش يلوثها واحد واثنين وثلاثه وعشره زي العاهرات، ولا هو بيروح يلوث واحدة واثنين وثلاثة وعشرة زي اللي هم بيروحوا المنازل بتاعة العاهرة الدعارة. فالتي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك، بيعتبر الطلاق غدر. أفلم يفعل واحد وله بقيت الروح، ولماذا الواحد طالبا زرع الله فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. يعني لازم تكون أمين معاها. الإسلام ما بيقولش كده، لا ده أنا شفت أسئلة وإجابة في الإسلام ويب حاجات خطيرة جدا، إن الست ممكن تخدع جوزها وتكون على علاقة. خلينا بالكلمة الروحية يا ديفاين، خلينا بالكلمة الروحية. أوكي ماشي ماشي. لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. يعني لازم تكون عندك وفاء، عندك إخلاص لزوجتك، انت عارف ان هي مفيش غيرها وهي ملهاش غيرك وانت مالكش غيرها، هتتحملها في كل ضعفاتها وهتتحملك في كل ضعفاتك، لكن مفيش الا سبب قوي جدا اللي هو بيكرهه ربنا جدا جدا اللي هو الزنا، هو ده اللي بيسمح لك انك انت تتخلص منها. شكرا، ما تعيش معه. شكرا شكرا لك اختي. جناب الاسيس، كلمه روحيه من جنابك، وتختم بصلاه مباركه من فمك.
تفضل جناب. شكرا لك اخويا جو، شكرا اخت ديفاين جديديه، بشكر كمان الاخ سام ايام وكل اللي كانوا موجودين معنا، بشكر اخويا جو من اجل قيادته للحلقه، وبشكر كمان قناه الاراميه. لكن تعالوا نشوف الفكره هنا، زي ما احنا شفنا كلنا ان الزنا في الاسلام مباح ومشرع وبامر من اله الاسلام، لكن بنيجي هنا بنشوف الرقي في الكتاب المقدس عن أن الزنا ليس فقط الزنا الجسدي، عندنا الزنا الروحي وهو الابتعاد عن الله، وبيقول كده في سفر هوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا. بيقول لي لأن الأرض زنت زنا تاركة الرب. والفكرة هنا الله كان بيقول للنبي أنك أنت أشعر بمرارة وقساوة البعد عن الله، أن البعد عن الله هو أمر قاسي جدا جدا جدا، تماما مثل الزنا. وحتى في الوصايا العشرة أخويا جو، وإحنا عندنا برنامج تكلمنا فيه على الوصايا العشرة، بيقول لأن الرب إلهك إله غيور يفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من نبوذية. وكلمة غيور هي كلمة بتتقال على غيرة الرجل على امرأته، وعلاقة الله بشعبه زي علاقة الله شبهها بعلاقة الرجل بالمرأة، علاقة على أساس ما يبقاش فيها خيانة، خيانة العهد، خيانة الإخلاص، خيانة الانتماء. ده الزنا الروحي. عشان كده قال الكتاب المقدس: هو ذا البعداء عنك يبيدون تهلك كل من يزني، أي كل من يبعد عنك. فهنا البعد عن الله، عدم عبادة الله، عدم السير في طريق الله هو زنا، ده في المسيحية. أما عن الزنا الجسدي فالكتاب المقدس منع الزنا الجسدي سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. وفي العهد الجديد الرب يسوع المسيح دائما يعالج الأمر من جذوره، عشان كده قال: سمعتم أنه قيل لا تزني، أما أنا فقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. طبعا أنا بدأت وتكلمت في البداية عن يعقوب اللي هي فكرة الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فهنا الشهوة، والشهوة في العهد القديم في الوصايا العشر: لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأة قريبك ولا عبده ولا طوره ولا أمته. لكن كمان في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس أصحاح 6 وعدد 9 بيقول كده: أما لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. لو لاحظنا يا جماعة هنلاقي حتى اللي بيشتم زي اللي بيزني، الكل مش هروح ملكوت الله. وهنا في المسيحية ما عندناش الخطية الكبيرة والخطية الصغيرة، الخطية هي خطية وهي تعدي ضد الله القدوس. عشان كده كل الناس اللي بتعمل أي من الخطايا دي مش هتروح السماء، مش هترث ملكوت الله. وطبعا لو رحنا الغلاطية 5 هنلاقي بيتكلم عن أعمال الجسد وعن ثمر الروح. اللي بيعمل أعمال الجسد مش هيدخل ملكوت الله. عشان كده بيقول: وهكذا كان أناس منكم، كنتوا زي كده، كلنا كنا مليانين ذنوب وخطايا، جميعنا أخطأنا، الجميع زاغوا وفسدوا، ملنا كل واحد على طريقه. بيقول: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. يمكن أنا ذكرت في البداية إشعيا لما قال: ويلو لي أني هلكت لأني نجس شفتين وساكن بين شعب نجس شفتين، لكن الله مس شفتي، أي طهر شفتي النبي إشعيا. هنا بيقول اغتسلتم بل تقدستم. اغتسلنا بيه، اغتسلنا بدم يسوع المسيح اللي طهرنا من كل خطية، لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، وقدسنا بروح القدوس وبررنا بعمل الكفارة على الصليب، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. في عدد 13 بيقول: الأطعمة لا تجوف والجوف لا تطعمة، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب. الجسد ده مش ملكي، ده ملك للرب. عشان كده أنا بقدس جسدي للرب، أو بحط جسدي في إيد الرب عشان يقدسني ويغسلني.
اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطية طهرني. أنا بصلي من أجل كل واحد بعيد عن المسيح، وبصلي من أجل كل إخواتي المسلمين اللي هم ماشيين في ضلال في خداع الشيطان اللي هو بيخليهم يعيشوا في النجاسة. أنا بصلي أنك أنت تيجي للمسيح اللي يقدر يطهرك ويقدسك، لأن ما فيش غيره يغفر الخطية، لأن دم يسوع المسيح ابني يطهرنا من كل خطية. بصلي أنك أنت تقبل الرب، بصلي أنك أنت تفتح قلبك ليه، بصلي أنك أنت تصرخ وتقول له أيها الرب يا من خلقتني أنا رعيني، افتح قلبي حتى أعرف من أنت وأسير في طريقك. أخويا جو بشكرك مرة تانية، بشكر كل إخواتنا اللي كانوا مشاركين في الحلقة دي. لو تحب تقول كلمة أخيرة قبل ما نختم بالصلاة. لا أمين جناب الأسيس، نحن فعلا كنا بعد المعمعة اللي دخلنا فيها اليوم، وبصراحة بعد ما اتنجست أسماعنا بالألفاظ اللي كانت يعني بالأحاديث وبالآيات